السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. في البداية أوجه التحية للجميع وأتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف سعيدة لكم ولعائلتكم. نناقش خلال حصة هذا المساء موضوع الخطاب والخطابات السياسية في النسق السياسي المغربي الحالي، وذلك في ضوء ما يعتبره عدد من المراقبين حدة في الخطاب السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين، يستعمل مصطلحات من قواميس متعددة لم يألفها من بعد، يتضمن حدة وتبادلا للاتهامات وأحيانا تراشقات وملاسنات، سواء خلال محطات جلسات المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة أو في أشغال البرلمان أو تصريحات الصحفية وغيرها. سنناقش التطرق لأبرز ملامح هذا الخطاب وأثره المرتقبة على وجهة أو تصور ورؤية الرأي العام الوطني لهذا الخطاب، ثم نناقش سبل بناء خطاب عقلاني ومتزن يناقش القضايا الكبرى للبلاد بأسلوب متزن وهادئ وفي أفق إنجاح المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ دستور 2011. لمناقشة محاور هذا الموضوع يسعدني أن أرحب هذا المساء بكل من سي عبد العزيز أفتتي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، شكرا وعلى تكبدك مشقة السفر والتنقل من وجدة، مرحبا بك. مرحبا. سي عبد القادر الكحل نائب برلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مرحبا بك. مرحبا. سي محمد قرين عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية، مرحبا. مساء الخير. سي شرقاوي الروداني نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مرحبا بك. شكرا وشكرا على الاستضافة. العفو. والزميل عبد الحق بلشقر صحفي بيومية أخبار اليوم المغربية، مرحبا بك. شكرا. غادي نوجه لكم سؤال أول لكل المتدخلين في بشكل يعني مقتضب، تقييمكم لمستوى الخطاب السياسي السائد بين الفرقاء السياسيين حاليا في الساحة وفي السياق المغربي، على أساس أن نفصل في أبرز ملامحه وفي أبرز محطاته فيما بعد. سي أفتتي تفضل. دقيقة بشكل مقتضب وغنصوا فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى الكريم. أولا مبروك المناسبة ديال المولد النبوي، ثم كذلك مبروك يعني السنة الأمازيغية سكوس دنباخ أيتما يسمى. ثم بالطبع يعني هذا الموضوع هذا خصنا نسبوه لأنه الحديث على أننا كنعيشوا يعني الأول مرة سجال من نوع خاص، هذا يعني غير صحيح. ممكن يعني خلال النقاش نحيلكم على واحد العدد ديال السجالات في مراحل يعني قريبة ولا بعيدة من التاريخ ديال المغرب، ولذلك هذا بالنسبة لي كيعكس واحد النوع من الحيوية. وفي نهاية المطاف شنو هو الخطاب؟ الخطاب هو خطاب سياسي، هو واحد التعبير على يعني طبيعة مرحلة، لا من جهة تشخيصها ولا من جهة يعني استحقاقاتها يعني أولوياتها. احنا اليوم في واحد المرحلة انتقالية دقيقة جدا، واستحقاقاتها هي استحقاقات وطنية يعني كتجاوز برنامج ديال الحزب ولا حزب ونصف. هي هذا اليوم احنا أمام برنامج وطني يقتضي أن ننتقل ديمقراطيا، أي أن ننتهي من الاستبداد وأن ننتهي من الفساد وأن ننجز يعني العدالة الاجتماعية. لذلك الخطاب اللي هو اليوم رايج بالنظر لهذه الاستحقاقات كنعتقد بانه يعني شيء طبيعي، ولو انه مطلوب منا يعني ان نؤهل يعني الدوات ديالنا وبالطبع والخطابات ديالنا والمساهمات ديالنا يعني باستمرار. نعم. ولكن يجب التنسيب ديال الاشياء، القضيه مرتبطه بطبيعه المرحله يعني بالواقع الذي لا يرتفع. سي كيحل. ولان الخطاب السياسي هو معبر لمعرفه رجل السياسه، وهو كذلك معبر لمعرفة سلوكيات الرجل السياسي والفاعل السياسي، وهو فضاء لمن خلاله المواطن يتعرف عن الطينة السياسية. حيت فرق بين الجانب ديال الشعار والبرنامج، فرق بين الممارسة. أثناء الاحتكاك تتبان طينة الرجل، يمكن أن يدافع أن يكون ضد الاستبداد ومن خلال الخطاب اللفظي يمارس الاستبداد، يمكن أن يكون ضد التحكم ومن خلال خطابه يمارس التحكم. لهذا الخطاب السياسي هو عنوان على المدرسة التي ينتمي إليها الرجل، هو عنوان على التربية والتنشئة السياسية التي تنشأ فيها الرجل السياسي، وبالتالي من خلاله يمكن أن نتعرف عن هذه المدرسة، وبالتالي ما كاينش إشكال. الفرق بين السابق والآن هو اليوم كاينة المعلومة متاحة،
وكاين الامكانيه ديال الوصول، وبالتالي كان عدد من الامور كانت في تاريخ المغرب في الظل، واليوم خرجت من العتمه الى الواقع، وكاين تتبع. هذا التتبع مسؤوليه السياسيين انهم يخليوا الناس تحتضن وتتفاعل مع السياسه، وفي نفس الان يقيموا الفاعلين السياسيين. نعم سيغري، انا اظن بان الخطاب السياسي الان في المغرب الى استثنينا بعض الاستثناءات القليله هو خطاب يتميز، يجب ان نتكلم لغه الصراحه فيما بيننا كفاعلين سياسيين ومع شعبنا. الخطاب السياسي الان في المغرب يتميز بالرداءه، يتميز بالتراشقات. لماذا؟ لان الخطاب السياسي يحمل المنتوج السياسي لكل حزب، والمنتوج السياسي هو الأفكار التي ينتجها هذا الحزب ارتباطا بالمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه. وتدني مستوى الخطاب السياسي هو تمظهر للأزمة الحقيقية التي يعيشها الفاعل السياسي في المغرب، الذي أصبح غير قادر على إنتاج أفكار وعلى استقطاب الكفاءات الموجودة في المجتمع والقادرة على أن تتبارز بالأفكار وبالمشاريع. وإذا أضفنا شيئا آخر وهو طبيعة الحكامة الحزبية الآن السائدة ما عدا بعض الاستثناءات، وهي الفردانية والشخصانية في التدبير، الشيء الذي يجعل الصراعات بين الأشخاص وليس صراعات بين الأفكار. يجب أن نقر بذلك وأن نناقش فيما بيننا اليوم في هذه الليلة وبهدوء كيف يمكن أن نتلمس جميعا الآفاق لإنشاء خطاب سياسي، وقبله ممارسة سياسية تعيد للسياسة بهاءها لتصبح حلبة لصراع الأفكار، للبرامج، للمقترحات، للرؤية فيما يتعلق بالسياسات العمومية، وليس التناقر بين الأشخاص وضرب الأشخاص واستعمال عبارات يجب أن نقول جميعا ونقر بأنها بعيدة كل البعد عن أسلوب النقاش الهادئ والمحترم للآخر رغم اختلافنا. نعم سيرو داني، أولا قبل كل شيء كنشكركم على هذه الاستضافة، وبدوري أهنئ يعني المغاربة يعني في ذكرى المولد النبوي ونتمنى لهم الصحة والعافية، وكذلك هذه الذكرى جات يعني تتوازى مع الذكرى ديال رأس السنة الأمازيغية، لهذا يعني نتمنى لجميع المغاربة الصحة والعافية وطولة العمر. فيما يخص الخطاب السياسي الحالي، في الحقيقة هناك يعني نحن الآن في واحد المرحلة مفصلية في المغرب، هناك دستور جديد، هناك مقاربة جديدة للتفاعل مع السياسة بشكل مغاير، هناك يعني مرحلة لتنزيل وإعمال هذا الدستور، لهذا تقتضي المرحلة واحد الخطاب سياسي عقلاني هادف يتميز بالبرغماتية، يتميز بنوع من العلو والسمو في الفكر وفي الخطاب. للأسف يعني وهذه يعني سنتطرق إليه في هذا البرنامج وفي هذا الحوار، أننا اليوم نشاهد أننا الخطاب أمام خطاب سياسي للأسف تتسم فيه نوع من العنجهية السياسية، من واحد السلوك اللي كاين فيه النوع من الذي لا يخدم مصلحة المغرب ولا يخدم مصلحة يعني المقاربة السياسية من أجل دفع المواطنات والمواطنين نحو الممارسة الفعلية للسياسة من خلال دفع المشاركة في الانتخابات. وهذا عنده تراكمات وعنده يعني جاء من لم يأتي عبثا، بل أصبحنا الآن نرى اليوم في البرلمان الذي للأسف هو عقل الديمقراطية، البرلمان هو المدرسة البيداغوجية لممارسة السياسية، هو التعاطي العقلاني مع السياسة، أصبح الآن المنبر يعني هو منبر لبعض السلوكيات ولكلام وخطاب سياسي يعني رديء جدا، يتميز بنوع من التحكم إن قلنا، بنوع من الاستبداد السياسي، بنوع من الاجتثاث السياسي، بنوع من التعاطي الغير العقلاني الهادف مع السياسات العمومية ومع الأسئلة التي يطرحها المواطنات والمواطنين يعني كل يوم في بيوتهم حول يعني ظروفهم المعيشية، بدل ما نسمع يعني هناك يعني نقاش وازن، نقاش قادر على أن يعطي الثقة داخل للمواطنات والمواطنين، نسمع خطاب للأسف سياسي يتسم بنوع من الترهيب والتخوين، وكل من اختلف معي فهو ضدي ومحور الشر وأشياء كثيرة.
الزميل بلشد من خلال عملك متتبعا ومواكبا للشأن السياسي يعني المغربي بشكل عام، التقييم ديالك في بشكل مقتضب لهذا الخطاب هذا؟ انا اعتقد ان المغرب يعني عرف دستور جديد، دستور 2011، هو دستور بصلاحيات مهمه للحكومه وايضا بامكانيات مهمه حتى بالنسبه للمعارضه على مستوى اداء دورها، وان كنا لازلنا ننتظر القانون التنظيمي اللي كينظم عمل المعارضه. هذا الدستور رغم انه جديد ولكن النخب السياسيه او النخب التي يعني وصلت للبرلمان هي في عمومها الفاعله الاساسيه هي نخب قديمه، يعني نخب اللي كتنتمي للدستور ديال 96، وبالتالي فحتى الجزء من النخب السياسيه اللي طلعت في اطار لوائح ديال الشباب او النساء يعني ما لاحظنا كيف ما برزتش بالشكل اللي هو كان متوقع ومنتظر باش يعطي واحد الحيويه اكثر مع بعض الاستثناءات. فلهذا انا كنفسروا بهذا المستوى، لدينا دستور جديد ولدينا نخب قديمه وبرلمان يعني بعقليه قديمه، هذا مستوى. المستوى الثاني هو اننا نتابع بعض النقاشات داخل البرلمان وفي الحياه السياسيه ونلاحظ بان رغم ما يوصف بان هذه الخطابات بانها تراشقات ورداءة ولكن تحظى باهتمام من طرف الراي العام. وبالتالي فالراي العام هو يتابع ولديه موقف سواء ايجابي او سلبي، ولهذا فنلاحظ بان الجلسه الشهريه مثلا لرئيس الحكومه تحظى بمتابعه يعني غير مسبوقه على مستوى الاعلام العمومي، رغم ان بعض التشنجات اللي كتوقع فيها الى اخره. لكن مع الاسف اللي يعني وغادي نختم هنا هو انه احيانا النقاشات التي تكون جديه واللي خاص الراي العام يتبعها ويعرف اين تسير السياسات العموميه للحكومه في هذا المجال يعني لا يتم متابعتها، بحيث يتم تحريف هذه النقاشات الى امور هامشيه وتراشقات. مثلا الجلسه الاخيره لرئيس الحكومه كانت حول الحوار الاجتماعي وموضوع التقاعد، ولكن ما تمت متابعته هو التراشقات فيما بعد، وكانت يعني صوره يعني سلبيه اللي تطات. مقترح عليكم وعلى المشاهدين الكرام نتابعوا بعض محطات من هذه السجالات والتراشقات كما سميتها السي بلشكر من العدد من الفاعلين السياسيين، ثم غادي ندوزوا للتحليل ديالها في كل محطه على واحدة. وهذا ريبورتاج من إنجاز أحمد مكاوي. يكفي كتابة كلمتي برلمان مغربي بأحد مواقع الفيديوهات على شبكة الانترنت لتجد من المقاطع العجب. ما كاين حتى مشكل، نتبردوا على بعضياتنا. انتهي. واش هو راكب على الخيل وهز القرطاس؟ نحن لا نريد ملعبا أو مسرحا، نريد مؤسسة شرعية تقوم بأدوارها الدستورية. وغيسمع تنتا. عندما يكون الشارع لديه مطالب كثيرة يتمثل ذلك داخل المؤسسات. إلى حدود الآن لم تمر جلسة لمساءلة رئيس الحكومة دون أن تترك جدلا خلال وبعد انعقاد الجلسة، جدل نابع بالأساس من طريقة الحديث. كيف يمكن تحليل خطاب رئيس الحكومة حسب المختصين؟ الهدوء صافي يا سيدي، يلا الهدوء. انسحب الكذوب، راه عندي اخبار ديال الملايير موضوعه في الابناك، عندي ما نقولش. هو خطاب ليس امنا، خطاب فيه تاهب وفيه براغماتيه سياسيه وفيه محاولة للتكميم أفواه من يحاول النيل من رئيس الحكومة ومن حزبه ومن محيطه ولو في جلسة دستورية. وأيضا الخطاب يتميز بالشخصنة حينما يتحدث رئيس الحكومة ويقول الحزب ديالي، حكومة ديالي، وزراء ديالي. على نفس النهج البرلمان المغربي بغرفته يشهد حاليا إنتاج خطاب يستحق التحليل. تأويل ماكر للقرارين المجلس الدستوريين. كل ما تملك ديمقراطيا أن تستمع وتنصت فقط. إخوان الملاحظ هو بروز الخطاب المتأزم والعدائي والثأري في بعض الأحيان. هي نخب تبع منتوجا واحدا خطابيا، تبع منتوجا خطابيا واحدا بطرق مختلفة. هناك من يبيعه
بالصراخ، هناك من يبيعه بالتهديد، هناك من يبيعه بإثارة الانتباه بلغة الجسده العنيفة. عنف برهن عليه برلماني بالكشف عن بطنه وآخرون بملامح حادة. السؤال: لما ينتعش خطاب يوصف بالعنيف داخل قبة البرلمان؟ مسألة يعني العنف اللفظي أو الخطاب بين قوسين الشعبوي ليس هو ظاهرة وليدة اليوم. الجديد والذي يمكن القول لماذا يعني الآن الانتباه إلى هذا الموضوع بالذات ولا بالضبط، أن الناس، أن مجموعة من الفاعلين والناس العاديين اتجهوا اليوم إلى تتبع ما يروج داخل قبة البرلمان. في لحظة يعني وجود حراك معين يؤسس إلى انفتاح معين داخل مؤسسة معينة يبرز هذا الخطاب الشعبوي وتبرز الشعبويات. خطاب يوصف بالشعبوية، فكيف يصف البرلمانيون أنفسهم ما يجري داخل المؤسسة التشريعية؟ كاين خطاب استهلاكي شعبوي تافه وراه عيب عباد الله، عيب والله الا عيب بالله. الناس كيتفرجوا فينا راه بحال السوق ولا هنا، والله الا عيب. سوق، حمام شعبي، كوميديا، مهزلة، تدخلات عجيبة، لكيد الأوصاف ستتناسل على الشبكة العنكبوتية في انتظار أن ينتقل البرلمان من إنتاج خطاب يطرح عليه لربما أكثر من سؤال إلى خطاب ينتج أكثر من سؤال وأكثر من جواب. إذن ربما نقترع عليكم نبدأ بالمحطة الأولى اللي هي جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة. بين الرغبة في جعلها تمريرا ديمقراطيا يعني جديدا طبقا للمقتضيات الدستورية الجديدة، وربما أنها أصبحت فرصة لتصفية الحسابات السياسية. فين كتشوف السي أفتاتي علاش هذه الجلسة أصبحت يعني ينتظرها جزء كبير من الرأي العام، ليس لطبيعة يعني ربما المواضيع التي تناقش فيها، ولكن كيفاش ربما الإخراج ديالها غادي يكون، شكون اللي غادي يعاير شكون، وأصبح التشويق ربما هو هذا أكثر من الموضوع ديالها؟ لا أنا غير متفق، لأنه دابا هذا إلا استمر في هذا المسار إذن غتولي القضية أني كتطلب ديرو وتقول وقفة حتى مع البرنامج، لأنه لن يعني هذاك التقديم اللي خاصة اللي مرتبط بمجلس المستشارين، أنا على مسؤوليتي مخدوم. أنا تبعت ديك الجلسة البائسة فأكثر من مرة كيوريو التصور ديال الشباب ديال الاتحاد الوطني للشغل، بينما الحصة ديال المشاركة ديالهم لا تساوي شيء طيلة ديك المهزلة اللي كانت ديك الأمسية. ذلك سمحوا لي ما يمكنش نقلوا للمغاربة هاد الصورة، وإلا ندعو المغاربة لتتبع الجلسة ديال مجلس المستشارين في النت. هذا غير ملخص السيافتاتي، ماشي لا 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 اسمح لي، لا اسمح لي، لأنه من هذا انتقلت للقضية ديال المسألة الشهرية. المسألة الشهرية دابا شوف خصنا نفرقوا ما بين جوج الحوايج، اللغة ديال الخشب واللغة ديال النخب اللي مخدومة واللغة ديال الشعب. أنا اللي في العلم ديالي هو أن الجلسة الشهرية يعني النسبة ديال المتابعة ديالها يعني مرتفعة، بمعنى الناس كيتصالحوا مع السياسة. صحيح هاد السياسة خصنا نأهلوها وخصنا نطوروها، ولكن هذه أشياء ما يمكنش نقفزوا عليها، هذا واحد الواقع ما يمكنش نقفزوا عليه. المديب بارك الله يرحمه تيقول سياسة الحقيقة هي السياسة الحقيقية، وبالمناسبة باش ما يبقوش الناس كيعاودوا الحكايات، اللي بإمكان المغاربة والشباب والباحثين يرجعوا للتقرير يعني الشهير اللي معروف بالتقرير الثوري والاختيار الثوري، ثم يرجعوا للمنهج ديال الاستقلالية ديال الأستاذ عبد الفاسي الله يرحمه في 62، ثم الاختيار الثوري في 62. هذا مؤلف الدار في يناير 62 وهذا مؤلف في ماي، ثم رجعوا للسجلات. السجلات بين هاد الجوج، بين هاد الجوج ديال الزعماء وهاد الجوج ديال الاتجاهات، يعني في بدايه الاستقلال. ولكن هذا ما منعش انهم تلقاو فيما بعد ذلك في الكتله وفي غيرها. ولذلك انا بغيت الاخوان، ما كاينش وقت، وثانيا ما نبغيش نحيل على هاد الشيء باش ما يتحسبش هادشي في اطار المصادره على المطلوب. ولكن اللي كيهمني هو انه في مراحل يعني مفصليه من التاريخ ديال المغرب كانت سجالات قويه، ولكن عندها علاقه بالاستحقاقات ديال المرحله. اليوم فيه السؤال ديال هل سننتقل من الضفه الحاليه اللي فيها ارتباك الى الضفه ديال الديمقراطيه، ديال الناس يسيروا نفوسهم بنفسهم بدون اداره بدون فلوس. واش غادي ننتقلوا باش نوليو نهيو الموضوع ديال الفساد اللي كيشوفوا فيه الناس صباح مساء؟ كيشوفوا المنتخبين وجزء من السياسيين وجزء من المنتخبين كيعطيو لهم تبانديت وكيديروا لاباس على ظهورهم.
انا هو اللي كينتظروا الناس واش غادي ننتهيوا من هذا البوس او لا لا، واش غادي ننتقلوا باش نديروا المغرب على السكه ديال العداله الاجتماعيه، ولا غيستمر الظلم الاجتماعي المؤذن بخراب العمران بحال اللي تيقول بنو خلدون بنو خلدون. ولذلك هادو هما ديال الاسئله. بالمناسبه حنا ماشي مسؤولين على الوضع، الا البعض تيقول بانه فيه خطاب كذا ولا اخر، هذه مسؤوليه اللي هو مسؤول على هذا الشيء. وبالمناسبه راه كاين عبر بالكلاب بالكلاب ديال الحراسه ضد المخالفين ديالو، وكاين اللي عبر بالهراوات وبالسلاسل باش حرر مقر وكان كيسميه باب العزيزيه، وكاين اللي عبر بالحمير. لذلك ما يمكنش تحسب يعني دابا هذا واحد البرنامج من خلال داكشي ديال المستشارين، ثم القضيه ديال ابراز ديال الصوره ديال عبد الاله، وكانه فهمتي بعد ذاك النقاش وذاك السجال اللي تابعوه الناس. واللي انا بالنسبه لي هذاك السجال يمكن الناس تكون عندهم عليه ملاحظات، ولكن فيه نقاش حول شيء اسمه فساد جزء من النخبه السياسيه. وهذا نقاش عمومي، نقاش في الاعلام، ماشي نقاش ديال نقاش مطروح اليوم. عندنا نخبه بالفعل جزء منها فاسد ومازال ويتصدر المشهد. اذا هذا كيفاش بغيتوا نناقشوه؟ نناقشوه بلغه الخشب. استاذ المهدي بن بركه يقول السياسه الحقيقيه هي سياسه نشوف الحقيقيه. وهذا بالطبع بالعمق اللازم بالاحترام اللازم هذا، ولكن هذه امور معطيات ماشي ديالنا. هذا واقع لا يرتفع المغاربه مفهومه هما النقاشات ديالهم في المغرب العميق وفي الجبل وفي السهل وفي الحر وفي الشتاء مفهومه الفكره السياسيه. شوف سير كيحل هذا الموضوع ديال السجال. هو سجال في تاريخ العمل السياسي، ولكن سجال مبني على افكار على اطروحات. اما اليوم حنا امام تحول دستوري اساسي في تاريخ المغرب. هذا التحول الدستوري جاء بتراكم ديال نضالات القوى الوطنيه ديال الشباب المغربي ديال الاحزاب السياسيه باش نكونوا امام دستور واضح وامام حكومه مسؤوله وامام مؤسسات مسؤوله وربط المسؤوليه بالمحاسبه. ففعلا انا غنكون مع السيد النائب ان البرنامج ما عطاناش الامور الحقيقيه ديال هذه السنتين، لان هذا الخطاب ما بداش اليوم، هذا بدا منذ بدات الحكومه، وبدا هذا الخطاب في اطار البناء المجهول، العفاريت، التماسيح، الدوله العميقه، هذا الشيء كان مقبول في واحد التاريخ. اليوم نحن امام دستور يعطي صلاحيات قويه لرئيس الحكومه. رئيس الحكومه جاء بناء على شعار محاربه الفساد والاستبداد. محاربه الفساد لا يكون بالظواهر الصوتيه، يكون بالاجراءات العمليه. الذي يتراس اليوم النيابه العامه قبل ما نوصلوا للتحول الدستوري جاتو في اطار هو وزير العدل. حنا ماشي ما يمكنش نكونوا مع الفساد وما يمكنش نطبعوا مع الفساد وما يمكنش نسمحوا للمفسدين، ولكن ما يمكنش نسمحوا اننا نضللوا الراي العام بخطاب غير مسؤول. رئيس الحكومه ماشي هو اي مسؤول، سي افتاتي عامين هو تيتكلم، حتى واحد ما مشى قال له علاش قلتي وكذا تيعتبره فاعل سياسي وكذا. ولكن اليوم امام مؤسسه رئيس الحكومه، هذا رئيس الحكومه اللي هو الحكومه ديال المغاربه كاملين، ماشي ديال العداله والتنميه، ديال جميع المغاربه، صوتوا على العداله والتنميه بناء على واحد البرنامج. واش محاربه الفساد قول او اجراءات؟ بغينا اليوم شنو هي الاجراءات العمليه ديال محاربه الفساد. وبالتالي الواقعه اللي وقعت في اخر جلسه ديال الاسئله الشهريه، اولا نحن نسائل السياسات العموميه، كنا بصدد الحوار الاجتماعي، الفاعلين الاجتماعيين ينتظرون اجابات عمليه على هذا الموضوع. حنا تنمارسوا المعارضه، وبالتالي من موقعنا كمعارضه نسائلوا ونراقبوا رئيس الحكومه. ولكن هذه الاجوبه ما كانتش على الحوار الاجتماعي، كانت بناء نعود للفاعلين السياسيين وبمعرفه ان رئيس الحكومه يعرف ان هناك من يهرب وهناك من هو متابع. فقلنا لا بد من نديروا نقطه نظام في الحياه السياسيه المغربيه. شنو هي نقطة النظام؟ أن نرجع إلى المؤسسات حرمتها. وشنو هي حرمة المؤسسات؟ ما يمكنش نديروا تصريح باش يصرح أي واحد، ما يمكنش حزب استقلال أو أي فاعل سياسي يبقى يتابع من هبة ودب وكل واحد قال شي كلام ونبقاو دائما داخلين ردات المحاكم. ولكن اليوم أمام رئيس الحكومة بيمشينا حنا ما جيناش قلنا شي هذا، قلنا جوج الأمور. أساسا المتابعة ديال رئيس الحكومة، يا إما أنه يمارس قذفا وإما أنه يتستر على مجرمين وبجوج جرائم في اطار القانون الجنائي.
هذا الجانب الاول. الجانب الثاني كاين خلط عند الراي العام في مواضيع متعدده تحملنا احنا مسؤوليه في جزء من تاريخ المغرب. كملنا 22 سنه في 50 سنه كنا تنسيروا وزاره الصحه، قلنا هذا الموضوع اللقاحات اللي عنوتان فيه واحد الخلط، حنا طلبنا بالجهه ديال تقصي الحقائق. ولكن في جوج ديال الصفقات، الصفقه اللي دارت في هذه الحكومه السابقه والصفقه الحاليه، لماذا؟ لاننا نريد تخليق الحياه السياسيه، الطبقه السياسيه تم الاجهاز عليها في تاريخ المغرب، لان كان صراع ضد القوى الوطنيه والاحزاب السياسيه، وتم يعني استعمالها كآليه في العمل المسرحي وما الى ذلك، ولكن اليوم السياسيين فيما بينهم، هاد السياسيين فيما بينهم خصهم يكونوا مسؤولين. حنا ماشي ضد محاربه الفساد، ولكن ضد التمييع ديال الحياه السياسيه وبجميع المرجعيات. ونرجعوا للمرجعيه الاخلاقيه، هاد الناس الفاعلين السياسيين ناس عندهم اسر، عندهم عائلات، وبالتالي تنحوا الكلام على عواهنه وما تمشيوش نتابعوه بالمساطر القضائيه اللي فعلا تيخصهم المغاربه يعرفوا المفسدين، لان هذا الخطاب طال. يمكن نقولوا ثلاث شهور الاولى كافيه، ما كافيهاش رئيس الحكومه جا في الجلسات عطى اعلان ديال النوايا. نرجع السيد كيف هذه القضيه ديال الاتهامات بينما سنتين وحنا نجدروا نفس الخطاب. كفى اليوم خصنا نعرفوا من المفسد ومن غير المفسد، ويجب محاسبه المفسدين ماشي غير بالجانب الخطاب، بالممارسه القضائيه التي تحترم المؤسسات وحق القانون. نرجع لهذه القضيه ديال الاتهامات. وقبل ذلك السي كرين، واش كتشوف انت بانه التمرين الديمقراطي في هذه النقطه الاولى ديال جلسه المساءله الشهريه انه يستجيب على الاقل الموضوع الشق الحقيقه وشق قول الاشياء بمسمياتها، او لربما يعني زغى عن هدفه؟ هو مساءله رئيس الحكومه دوريا حول السياسات العموميه هو انجاز مهم جاء به الدستور الجديد، واللي خص يكون مناسبه لكي يقدم فيها رئيس الحكومه ما أنجزه في ميدان ما من السياسات العمومية، وأن يكون هناك نقاش. لكن قبل أن أتقدم في هذا الموضوع، لابد من الرجوع إلى مسألة أثرها الأستاذ الكحل، وهو أن هناك من يتضرر فيما يتعلق بتصريحات سياسيين كيفما كانت مسؤوليتهم. أظن بأن الحل في هذا الإطار ليس أن نخلق نقاشا وسجالا حول هذه المواضيع، بل أن نفعل دولة الحق والقانون وأن نذهب إلى العدالة لكي تقول كلمتها مع احترام العدالة في عملها. بالرجوع إلى مسألة السياسات العمومية، المفارقة هو أننا الآن في إطار يسهل النقاش السياسي العميق. هناك وسائل الإعلام تطورت، الإعلام السمعي البصري، هناك برامج بأكثر عدد، نتمنى أن تكون أكثر، ولكن خص يكون كذلك المنتوج ديال السياسيين كذلك قادر على ان يغذي هذه البرامج. هناك القنوات الالكترونيه، هناك الصحافه المكتوبه، هناك الاذاعات، هناك كذلك قضايا كبرى الان يجب ان نتعمق في نقاشها. مثلا كيف يمكن ان نفعل الدستور؟ لأن المفارقة وهو أنه في إطار دستور يعتبره جميع الملاحظين والمراقبين الأجانب كتقدم، في إطار هذا الدستور الجديد تصوروا أن المغرب كان في مؤشر الديمقراطية في 2011 قبل هذا الدستور في رتبة 119، الآن بهذا الدستور أصبحنا في 136، بمعنى أن هناك تأخر. الإطار الدستوري تقدم، الجو العام والمواضيع المطروحة، وهناك كذلك مادة أولى تقدمها المؤسسات الدستورية. إذا ما اطلعنا على كل ما تقدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مقترحات يمكن أن تغني نقاشا، المقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدم برسالة ومقترح رسمي يطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحكم به النقابيون، ولا أحد يناقش هذه الأمور. المجلس الاقتصادي والبيئي تقدم بمقترحات فيما يتعلق بإصلاح الجبيات، وأعطى مقترحات 88 أظن، ولا من يناقش ولا من يقول هذا رأيي. قانون المالية جاء بأشياء
فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على عدد المواد اللي ما كانش. وليس هناك نقاش لنقول هل صحيح أم غير صحيح. إذن إذا كان إشكال خصنا نشوفوه هو الفاعل السياسي. الفاعل السياسي في المغرب يجب إعادة تأهيله، لأننا نشتغل بأحزاب بنيت في واحد المرحلة ديال تاريخ المغرب كانت إما أحزاب إدارية أسست لواحد الهدف، وإما أحزاب كانت فقط للمعارضة ولق. وهذا النموذج ديال الحزب المغربي اللي وقع واحد التوليف أصبح غير صالح، وأقولها بصدق للمغاربة والمغربيات. وبهذه المناسبة أوجه نداء لكل الكفاءات الموجودة في هذه البلاد، لكل الذكاء الموجود في هذه البلاد، اقتحموا الأحزاب السياسية، اقتحموا هذه القلاع لكي تصبح حقيقة مفضاءات للذكاء المغربي، للعبقرية المغربي المغربية. المغرب ليس عاقر، عندنا أفكار يمكن نصدره. واش صح هل اسمحوا لي أنه تنهضر بانفعال، لأن كاين بعض الأشياء ما يمكن لكش تتكلم عليها بهدوء، لأنه أنا شخصيا أشتغل في الحقل السياسي في ظروف كانت صعبة جدا في الماضي، ولكن لم أرى، وهذه شهادة، لم أرى الانحطاط الذي وصل إليه الصراع السياسي والخطاب السياسي والممارسة السياسية، ليس فقط بين الأحزاب بل حتى داخل الأحزاب. وعلينا أن نقول كل الحقيقة فيما بيننا، لأن التشخيص هو بداية العلاج. سي شرقة وجداني، بالعودة لموضوع الجلسة المساءلة الشهرية، رئيس الحكومة يقول قال أكثر من مرة بأنه كل مرة كيجي الجلسة المساءلة الشهرية يأتي بحسن نية، الأساس أن يستمع الانتقادات البناء أو الاقتراحات خصوصا من طرف المعارضة، وبأنه في كل مرة يستفز. واش كتشوفوا أنتم بأنه هذا الملاحظة وهذا التقييم يعني في محله؟ أعتقد بأن لابد من التذكير بواحد المرحلة اللي بواحد المسألة جد مهمة جدا، أن دائما البرلمان المغربي كان هو يعني بحقيقة هو ساحة وباحة للتدافع والصراع السياسي العقلاني الهادف. وقع جوج ملتمسات الرقابة، وقع في ملتمس الرقابة ديال 63 وملتمس الرقابة ديال 1991. كان البرلمان إجماع توافق حول المؤسسات ديال الدولة، وكان واحد النقاش هادف، وكان واحد التصورات اللي عطات المغرب هاد الشعلة يعني في الديمقراطية ديالو. اليوم باش كيجينا باش كنشوفوا ما يقع الآن وما يقول السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس الحكومة يتكلم كأنه لم يفهم دور المعارضة. المعارضة دورها ماذا؟ هو الانتقاد. ماشي حنا اللي كنحكموا، هو اللي كيحكم، هو اللي عنده الآليات، هو اللي عنده البرنامج، هو اللي عنده الموارد المالية، هو اللي عنده الوزارة. حنا حكومة كنواب في المعارضة علينا أن ننتقد، وهو كرئيس حكومة يجب أن يفكر بأنه رجل دولة، ورجل دولة في واحد المواصفات ديال امتصاص الغضب وديال الاستيعاب، ولا ينزل إلى الاستفزاز. لأن المعارضة في جميع الديمقراطيات العالمية، ويعني أقول الديمقراطية مثلا التجربة البريطانية، كاين ما يسمى بالخطاب ديال الخطاب البرلماني، الخطاب ديال التجربة النيابية، هو خطاب مسؤول متعارف عليه. يعني تتلقى رئيس الحكومة عنده واحد التصور يعني خاص، وأنه يكون في يعني في إطار يعني التفاعل الإيجابي حتى وأن المعارضة استفزته. ولكن رئيس الحكومة اللي كيجي وكيقول لك في الخطاب ديالو أن بعبارة أخرى، وما خصناش ندخلوا في هذا الديتاي، تيقول لك أن المغرب لم يكن قبلنا ولن يكون بعدنا. ماذا تتنتظر من هذا رئيس الحكومة؟ كاين عملية تخويف وعملية الوعيد وعملية. عندما نقوم يعني بمسألة ديال الحكومة والمعارضة، كاين إشكالية ديال الآن، أعتقد أن الإشكالية ديال السيد رئيس الحكومة أو الحزب الأغلبي أو عنده إشكالية ديال مفهوم الدولة. هذه حقيقة، مش إشكالية مفهوم الدولة، ما عندوش تصور ديال رجل الدولة كيفاش خصو يكون. اليوم كتجي المعارضة، حنا تيقول لك المعارضة أنتم كالرعد وكالبرق الذي لا يمطر. كنجيو تنقولوا حنا كمعارضة قدمنا 67 اقتراح تعديل في القانون المالية ولم يقبل، تقبلوا منه ما عرفت واحد جوج ولا ثلاثة. قدمنا مقترحات قوانين، جات الحكومة قامت بمصادرة البرلمان لحقه في التشريع، ونعطيك قوانين مقترحات قوانين اللي قدمناها والحكومة ما بغاش تناقشها. نعطيك القانون اللي قدمنا احنا في فريق الأثار والمعاصرة ديال القانون المنظم للتعليم العالي 001، ومجموعة من ديال القوانين والقانون المشروع القوانين المقترح القانون ديال لجنة تقصير الحقائق والإشكاليات. أنا أعتقد بأن اليوم الحكومة التي أمامنا عندها مشكل تصور ديال المعاملة
ديال ما بين المعارضة وما بين الأغلبية، وتنظر للمعارضة بمقاربة صغيرية، مقاربة يعني إقصائية، وهذا هو اللي خصنا يمكن نعالجه. اليوم المغرب دخل واحد المرحلة لا نريد، يعني في الدستور الحالي في المغرب لن نتكلم، أصبحنا لا نتكلم عن الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية التمثيلية، حنا تجاوزنا هذا. الدستور المغربي اليوم يتكلم عن الديمقراطية التعاقدية، ونحن نؤمن بالمغرب الممكن، هيئة الإنصاف والمصالحة، تقرير الخمسينية، الذين يتكلمون عن المغرب في توجه خاص، في توجه استراتيجي. ولكن عندما نأتي كمعارضة في تصورنا ونقدم تعديلات ونقدم ونشتغل، الحكومة تقوم بعملية المصادرة، تقوم بعملية، يعني إن لم أقول الحكومة اليوم يعني تفتقد، يعني سأقولها تفتقد الأخلاق الدستورية، لأنها لا تتعامل مع الدستور. المعارضة تم دسترتها بالفصل 10 من الدستور، وأعطاها الدستور حقوق كثيرة كقوة اقتراحية وملتمس رقابة وأشياء كثيرة، وكتجي الحكومة بتفاعل بمقاربة إقصائية، وكتقوم وتجي رئيس الحكومة وكيحاول يقوم بعملية الوعيد، والويل والويل من أشار إليه بسوء وقال وأنتقده. فاطمك عنده نسولك السي بلشقر على القاموس ولا المصطلحات ولا المعجم الذي يستعمله الفرقاء، هناك من يعتبر بانه قاموس ربما جديد في الحقل السياسي المغربي. اعتقد بان القاموس في حد ذاته اللي كيتستعمل هو كيعكس ازمه ديال الخطاب السياسي، انا كنظن، لانه يعني اللي احنا كمتتبعين كنحاولوا ما امكن نتبعوا الخطاب، يعني اللي كيسائل رئاسه الحكومه وسائل الوزراء فيما يتعلق بالسياسات العموميه، ماذا فعلت الحكومه في هذا المجال وفي هذا المجال، فاذا به تتحول الامور الى سب وشتم واتهامات يعني متبادله من جميع الاطراف. انا اريد ان اتحدث عن هذه الجلسه الشهريه الذي يعني ملاحظه، يعني فيما يتعلق قبل هذا الدستور كان الجميع يطالب بان الوزير الاول يعني الصادق في الدستور السابق يحضر الى البرلمان، كان يحضر مره واحده فقط لتصريح حكومي، وكان بعض النواب يطالبون لماذا لا ياتي الوزير الاول للمساءله، وبالتالي كان فراغ يعني دستوري. الان الدستور الجديد كيعطي امكانيه ان الوزير، ان رئيس الحكومه كيجي للبرلمان للمساءله امام مجلس النواب وامام مجلس المستشارين، وفي النظام الداخلي لمجلس النواب كيعطي الامكانيه ماشي فقط سؤال محوري وانما اسئله حتى فرعيه، اسئله مباشره، وهذه مهمه بالنسبه للاحزاب ديال المعارضه ومزيانه حتى للحكومه باش كتبين السياسه ديالها. مع الاسف ان ما الذي يقع على حد الساعه في هذه التجربه ديال المساءله الشهريه هو انه كيطغى عليها واحد الخطاب اللي كما قلتي فيه هذا النوع ديال تبادل الاتهامات، وهو اللي كيطغى على وسائل الاعلام اللي كتعكس هذه الجلسه فيما بعد، لان هذا الشيء اللي كيبقى، رغم ان المحاور اللي كطرح هي محاور مهمه واساسيه. لهذا يعني هذا انا كنظن وكنخلص لهذه النقطه انه كيعكس واحد الازمه ديال الخطاب. النقطه الثانيه اللي بغيت نشير لها وهي المساله المتعلقه بتبادل الاتهامات. انا في جزء من هذه الاتهامات بالنسبه لنا يعني كمتتبعين وبالنسبه للراي العام مهمه، يعني احيانا لما تكون هناك اتهامات بعض ضد بعض السياسيين وبعض النخب، يعني هذا موضوع يثير يعني شهية وسائل الإعلام ويثير فضول الرأي العام لمعرفة حقيقة ما يجري. مثلا فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي أثير في البرنامج في آخر جلسة، ما يتعلق بقضية الشقاق باريس، أو ما يتعلق بتهريب الأموال، تهريب الأموال إلى الخارج، أو موضوع اللقاحات التي أثرت في حل، يعني أنا لدي تساؤل فقط، يعني بالنسبة لهذا الموضوع طرح منذ فترات يعني طويلة، ليش لم يطرح الآن؟ ولكن يعني عندي واحد التساؤلات حول لماذا لم يتم يعني الحديث عن هذا الموضوع بتفصيل، لان هناك اشخاص الان يعني توجهوا لهم اتهامات، يعني قد يكونوا ابرياء، ولكن لم يتم توضيح الامور. مثلا موضوع اللقاحات، وانا تبعته مزيان، وزير الصحه الحالي راه تكلم في البرلمان وتكلم في حوارات صحفيه انه هناك هذه الصفقات كان فيها اختلالات، وتكلم بانه الغاء صفقه كان فيها 3 سنوات، وجاء في الوسط السنه وطلب من الشركه ديال اللقاحات انها توقف الصفقه، وعاود معاهم الاتفاق بمبالغ اقل بكثير من المبلغ اللي كان. وبالتالي فيطرح تساؤل هنا، هذا كان مفروض، يعني كان مفروض ان البرلمان يتحمل مسؤوليته ويدير لجنه تقصي حقائق، كان ممكن ان هذا الموضوع يمشي للقضاء، طبعا وزير الصحه قال ان مهمتي قمت بها واعطيت تقرير لمجلس اعلى الحسابات، لكن هناك تساؤلات، لان هذه اشكالات، هذه اموال عموميه، الراي العام من حقه انه يعرف. فاذا بالنسبه لهذا جزء من هذه النقاشات اللي فيها اتهامات ايجابيه، انا كنشوف بانها ظاهره صحيه، لانه كان في واحد الوقت كان واحد النوع ديال تكتم، غطي عليا نغطي عليك، وما كانتش كدوز الامور. الان هذا الموضوع هذا ظهر، وبالتالي فكان ممكن
معرفة الحقيقة في هذا الموضوع. هذا موضوع على الأقل خصو يتعرف فيه الحقيقة. مثلا الموضوع ديال الشقق الآن يعني حديث بأنه فعلا هذا الشيء وقع في 98، ولكن تبقى السؤال المطروح حول تسوية هذه الوضعية مع مكتب الصرف، كيفاش تمت وفي أي ظروف، هذا خاص لابد من توضيح هذه الأمور للرأي العام لتكون الأمور واضحة. شوف سيادتك معك شي تعقيب على الأفكار اللي سمعتي؟ نعم. شوف أنا كنعتقد بأنه هذا سجال سياسي يعني صحي ومرتبط يعني بأمور اللي هي من صميم الاهتمامات ديال الناس. الإزاحة ديال هذا النقاش من السياسة إلى القضاء، أولا هذا ماشي اختصاص حصري للقضاء، للقضاء أن يضع يده على ما شاء من قضايا، ولكن هذه الإزاحة فيها تضييق لواسع وفيها واحد النوع بعدا من تكميم ديال الأفواه ومن الإرهاب ديال الناس باش ما يناقشوش، وخاصة المجتمع المدني والإعلاميين، ثم فيه تضليل. القضاء ماشي هو الأستاذ مصطفى الرميد، الأستاذ مصطفى الرميد رجل دولة، القضاء ماشي ملك للعدالة والتنمية ولا للحزب، ولذلك دعوكم من الأستاذ يعني مصطفى الرميد. ثم اليوم بالنسبة لعموم المواطن أشنا هو التعريف ديالهم لواحد العدد الأحزاب اللي اليوم كتشتغل من خلال ما يسمى بالمعارضة؟ شنو هي هذه الأحزاب؟ هي استفادة، يستفيدوا، سيستفيدوا، أولا بثلاثة أولا للزوج، ما كاينش حاجة أخرى. الأخ اللي كيتكلم اليوم وتيقول للمعارضة ورئيس الحكومة وكأن هذه الحصة ولات لمحاسبة ومحاكمة رئيس الحكومة، خصو يقول لنا كيفاش تشكل يعني التيار ديالهم. التيار تشكل بالشكارة وبجماعة من المتياسرين، وكان المهمة ديالهم هي مواجهة العدالة والتنمية، ماشي لحقاش عدالة والتنمية، مواجهة يعني التيارات السياسية المستقلة. كانوا من مورانا غادي يفوتوا الإخوان وغيفوتوا الإخوان وغيفوتوا الاتحاد، لأن هو مشروعهم. لأن ما يمكنش اليوم يجيو ويقلبوا علينا الحكاية ويوليو يعني معارضة طبيعية غير صحيح. ثم يمشيوا يتعلموا واحد العشر سنوات، يمشيوا يتدربوا ويقطعوا سلتهم بالدولة الموازية وبالأجندة ديال محاربة الأحزاب. وبالمناسبة ما كاينش مستقبل للمغرب بدون سياسة، مستقبل المغرب في السياسة، ما كايناش حاجة أخرى. باش ما يجيش شي واحد يقول لنا عاود بحال الحكاية ديال مشحال هادي، تنمية ينمي الناس ومن بعد سالينا انتهى العبث. اليوم الشعب غيحكم نفسه بنفسه وغيدبر الإمكانات ديالو، الخبزة غيكبرها ويقسمها، ما بقاش ممكن شي واحد يبيع. إذا سمحتي لي ربما واحد الملاحظة عندها علاقة مباشرة بسير الدرية السيروداني. أعتقد لا أعتقد بأن اليوم عندما نسمع هذه العبارات يعني للأسف يعني هو نفس السلوك السياسي والخطاب السياسي اللي كنسمعه في البرلمان، كنسمعه من عند يعني من عند الأستاذ أفتاتي، والذي يريد للأسف أن يجدر ثقافة العنف السياسي في المغرب. عندما نتكلم نحن فالمشترك بيننا هو الوطن، ونقولها الوطنية بدون مواطنة حقيقية لا تغدو أن تكون إلا انتهازية ووصولية. وعندما يكون المشترك غير الوطن، مشترك آخر، شيء مستورد من الخارج من المشرق، فهذا لن نقبله في المغرب ولو على أرواحنا. هذه البلاد ديال المغاربة، ديال التمغربيت، الإسلام المغربي، الفكر المغربي، شيء تنظيم خور ديال الإخوان المسلمين، هذا لن نقبله في المغرب. من يريد مقاربة، إلا فهمت الفكرة يعني بما مفادوه، كانت بعض الدعوات لحل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح باعتبار ارتباطها بتنظيم العلوي والإخوان المسلمين. لم نطلب، لم نكون، لا واش الفكرة لا نود، لا استسمح. احنا ما كنبغي، احنا نحترم الأحزاب، جميع الأحزاب السياسية في المغرب، أحزاب كانت لها شرعية وطنية أو أحزاب كانت لها شرعية ديمقراطية. حزب العدالة والتنمية حزب محترم، ولكن هناك فيه عقلاء كما في هناك ناس لهم سلوكيات خارج المشترك الذي يؤمن به المغاربة أجمع. من يريد أن يجدر فكرة العنف السياسي في المغرب، وهذا إن يعني لبقات في الوقت ومشت في الزمن ستكون مشكلة سياسية في المغرب، سيخلق نوع من التطرف السياسي، من الإرهاب السياسي، من الجريمة السياسية، من يعني من العنف السياسي، وهذا لن نقبله. نحن الآن إن كنا نناقش فنناقش السياسة في المغرب على ضوء دستور 2011، نناقش
استشرافات المغرب ديال 2014 2050، وكنقولوا للمغاربه كيفاش غنحلوا المشكل ديال الاقتصاد ديالهم، كيفاش غنحلوا المشاكل الاجتماعيه ديالهم. ولا نقصي احدا، ولا نقصي احدا، ولكن الا جاوا للاخ بغى يضرب العنف السياسي وبالعنجهيه السياسيه ويريد ممارسه نوعي من الافكار السياسيه الخارج المشترك المغاربه، فهذا شيء اخر. طيب نرجع لك السي افتاتي في النقطه ديال رئيس الحكومه في الجلسه الاخيره ديال المساءله الشهريه، يعني اتهم اشخاصا دون ذكرهم بالاسم امتلاك شقق تهريب اموال. الذين يعني لاحظوا على خطاب السيد رئيس الحكومه انه اذا كانت لديه حجج يعني وبراهين على ما يقول فبامكانه مثلا يحيلها على القضاء، او الا ما كانتش عنده فهذا ربما كيدخل في باب القذف. وشوف انا حسب الفهم ديالي هذا ما فيهش اتهام. كاين قراءة ثالثة كيعتبرها في طبيعة العفوية للرجل. خليني نكمل. شوف حنا في العدالة والتنمية سالينا مع لغة الخشب. حنا ولاد الشعب. وكنتعلموا في إطار التراكم من مختلف الفرق. وأنا شخصيا متأبط لفكر علال الله يرحمه والوزاني والمهدي بن بركة واحد العدد ديال الكتابات يعني باستمرار. وحنا واحد الاخر علي تنعم والاستاذ اسماعيل العلوي نعم لا والاستاذ اسماعيل العلوي والاستاذ حرضان والاستاذ بن سعيد والاستاذ بن عمر فهمتي والاستاذ عثمان، هذو كلهم رجالات. طبعا حنا يعني يسرنا يعني ان نقول باننا نستفيد منهم وحنا مستعدين باش نتلمذوا عليهم يعني باستمرار. ما حيينا كانوا كيستعملوا كلمه تبوريضه وكلمه داكشي ما كانوش. انا شوف انا اليوم كاين كتاب ثمن الحريه، انا كنطلب منكم ترجعوا تلقوا في النقاشات اللي دارت فيه بين المقاومه والحركه السياسيه في الثلاثينيات، وادعوكم للعوده الى النقاش اللي دار ما بين جيش التحرير وبين الحركه السياسيه في وقت من الاوقات، والذي افضى الى اغتيال عباس المسعدي. ثم ادعوكم الى النقاش بين مراجعه النقاش اللي دار بين حزب الاستقلال ثم الشورى والاستقلال، والذي افضى الى دار بريشه. هذا التاريخ، ولكن التاريخ ديالنا كاملين ما يمكنش اليوم يجي يتقال لاننا سالينا مع لغه الخشب وكنقولوا داك الشيء اللي كاين اللي تيقولوه الناس. واش المواطنين ما كيعتبروش بانه جزء من الطبقه السياسيه فاسده؟ قولوا لنا. صحيح فاسده وزياده، كيشوفوا فهاد دارت لاباس على ظهورهم بالمنح والشقق والبقع والصفقات والعقار والملك البحري، ماشي معروف. ولكن السياسه لا وهذا ماشي المجال ديالو الحصري القضاء، لانه يكون عندي ادله نعم غنمشي للقضاء. ولكن عندنا مؤشرات كاملين، عندنا كل مؤشرات على الفساد. ولذلك الاستاذ احاله بن كيران احاله على نقاش اللي هو في الصحافه وفي الاعلام، ويبدو على حسب الفهم اللي كان عندنا انه رايج امام المحكمه بين يعني سيده وبين جمعيه هيئه مدنيه ديال 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 الاخر ديال المال العام. لذلك هذا ما فيهش اتهام. وبالمناسبه دابا كاين واحد المحاوله يعني في اطار يعني التضليل ديال نمشيو يعني للقضاء، وفي الذهاب ديال القضاء كيبان باننا ما عندنا حتى شي اشكال. غير صحيح، خلص الناس تقول ستعبر. انا بالنسبه لي الانسان اللي عنده مصداقيه يغنيه البلاغ، يغنيه البيان. واش عمر شي واحد اتهم الاستاذ اليوسفي الله يذكره بخير؟ عمر شي واحد اتهم الاستاذ المساري؟ عمر شي واحد اتهم الاستاذ العلوي اسماعيل العلوي؟ ولذلك هذا سجال، ولكن سجال ينطلق من معطيات عند الطبقه السياسيه كلها. في الموضوع ديال الممتلكات كل شيء الطبقه السياسيه كتعرف بانه جزء من الطبقه السياسيه عندها امكانات على برا بطريقه خرجت الفلوس بطريقه غير مشروعه واكتسبتها بطرق غير مشروعه. الطبقه السياسيه كلها كيعرفوا هادشي. ما عنديش الادله بصح المؤشرات. لا كاين الفرق بين المؤشرات والادله. الادله سلكي حل سلكي حل. اسمح لي سلكي حل. السيد رئيس يتهمني غنقول ما عنده. السيد رئيس الحكومه لم اسمح لي سيفتاتي سلكي حل. السيد رئيس الحكومه لم يذكر يعني شخصا او طرفا بعينيه، وعلاش اعتبرتوا انتم في حزب الاستقلال ولا بعض الاعضاء يعني في الاخوه في الحزب انهم معنيون بهذا الاتهام؟ ولان انا لابد عندي بعض الامور اللي تكلموا عليها. تكلم عليها السي بلجكر والموضوع ديال اللقاحات، هذا موضوع اولا حزب الاستقلال اليوم هو اللي تيطلب الجدل تقصي الحقائق.
رسميا الفريق الاستقلالي اليوم يدعو باقي ولا بغاو العداله والتنميه ولا اي فريق يجي يوقع معنا في هذا. احنا رسميا تنقول لكم دابا الان ومن هذا رسميا قرار ديال اللجنه التنفيذيه ديال لجنه تقصي الحقائق في موضوع اللقاحات. هذا لماذا؟ لانه احنا كيف ما قلنا ما تنجاوبوش من هبه ودب، لان هناك بعض الناس تيحاولوا ما يمكن يستدرجوا الطبقه السياسيه من اجل زعامات اعلاميه. ولكن اليوم امام رئيس الحكومه السي افتاتي تكلم على المؤشرات، ولكن رئيس الحكومه ما عندوش الحق يقول لي المؤشرات لانه عنده الامكانيات كلها. السي الرميد رئيس ديال النيابه العامه، والنيابه العامه مسؤوليتها تحريك الدعوه العموميه، وبالتالي عندما تكون الادله انه كيفاش يمكن نتكلموا على دوله الحق والقانون؟ واش محاربه الفساد بالله عليكم غيجي رئيس الحكومه ويقول انا سمعت وقريت وكاين الاعلام وكاين كذا؟ رئيس الحكومه عنده الامكانيه ديال يعرف فلانا فاسدا تيخصو يتحاكم. المغاربه ما صوتوش علينا من اجل محاربه الفساد والاستبداد باش نعاودوا نجيو لهم نفس الخطاب نقول لهم راه كاين الفساد. فساد كان في تاريخ المغرب وباقي، ولكن فينا هو المفسد من غير المفسد؟ هل محاربة الفساد بترك المفسدين وبخلق فزاعات وخطاب؟ وقتاش غايقول هذا الكلام؟ نهار اللي تنوض نائبة من الفريق الاستقلالي تحاول رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي وتنقطه وتعطيه الأصفار ورطلا من الأصفار كما قال في مجالات معينة. عاجبا هذا الملف؟ الله أودي راه ماشي هذا هو الممارسة السياسية. نحن أمام حكومة ومعارضة. حزب الاستقلال أولا كان يجيب نائبة الاستقلالية وقال اللي فيه الفز تيقفز، لان الفريق الاستقلالي ناض كله، تيقول له قل اسماء، ماشي ناض تيغوت، تيقول له قل اسماء، قلنا شكون هما المفسدين؟ من تعني بالمفسدين؟ وعندما يذكر الطبقه السياسيه احنا كنا هنا اللي جالسين، حيد غير هذا السي بلشقر واخا هو سياسي بالممارسه، احنا كنا مدانين، لا هو حيد العداله والتنميه. استثنى الاخوان ديالو، استثناهم وما ذكرش واحد بالاسم. لا استثنى الاخوان ديالو والطبقه السياسيه، انا جزء من الطبقه السياسيه. مع العلم ان القانون الجنائي واضح. اولا كان يجيب النائبه وقال لها اسمعي بصح لها البيت الشعري، هو مشى لحاله شاده من 9 ديال النسخ وجاوب عليها، ولكن دائما هو الاستثناء عنده هو القاعده وماشي هذا هو الموضوع. وجات يقول لها انت اللي عطيتيني صفر سمعي الجواب، شكون هي اللي عطاته صفر؟ هي اللي في الفريق الاستقلالي. حنا مشينا للشيء الاساسي ماشي لازاحه النقاش باش هادشي نسدوه، بغينا حنا نحفز اليوم رئيس الحكومه اللي يمارس سلطاته الدستوريه بانه يبارك من الخطاب ويدوز للممارسه باجراءات عمليه. هذا السيد مفسد، عندي ادله، عندي غير شبهه، حتى الشبهه نمشي بها للمحكمه. اما نبقاو نطلقوا هذا الخطاب وحنا دازت عامين من تاريخ هذه الحكومه، وقل لي بالله عليك منذ بدايه الحكومه الى الان شحال من ملف حالته الحكومه الان الحاليه وحلاته، والمغاربه قالوا الحمد لله ها هو بدات هذه الممارسه. إذا الاختلاف شنو هو؟ هو محاربة الفساد الجميع يتفق عليها، وكل الإجراءات والآليات هو الخطاب. رئيس الحكومة كان مسؤولا، كان في المعارضة، خطابه إلى الجنة المعارضة أرى ما تسمع وتحملت الطبقة السياسية بحكم تجربتها بحكم تاريخها. ولكن اليوم بدات تقال شي كلام كاين نزعة ديال التشكيك، هذا من موراه شي حاجة، وكاين نزعة ديال التخوين الخير والشر. إذا اللي ضد الحكومة هو مشوش وهو مع الفساد ويطبع من الفساد، والركوب على مصطلح الاصلاح وانه اي اختلاف مع الحكومه هو ضد الاصلاح، وبالتالي هذا واحد نوع من الخطاب شوفيني ما تيخليش الناس تثق في الخطاب السياسي. اسيدي راه كاينه حكومه تجيب اجراءات وكاينه معارضه تناقش الاجراءات، بالله عليك لو بقينا ناقشنا ديك النهار في هذه الجلسه الشهريه هذا الموضوع ديال هذا، شكون اللي في الجلسه الشهريه حاد على نقاش السياسات العموميه؟ واش المعارضة كلها جات تتكلم ونديروا تحليل الخطاب، كلها جات تتكلم على قضايا انها ما مرتاحاش لاداء الحكومه في الحوار في مجال الحوار الاجتماعي. رئيس الحكومه جا وما يتبرش عليا شي واحد اللي عنده ناس متابعين، الله ودي حالة نقول له ما تبرش على المغاربه، الا عندك شي واحد عنده شي اذنه سير للمحكمه. وهذه العمليه ماشي ازاحه النقاش، لانه هذه هي المسؤوليه الحقيقيه. لانه ما معنى ازاحه النقاش تمشي لمؤسسه قضائيه وانا تنمشي للقضاء لانني اثق بانه القضاء غينهي هذا النقاش؟ ايوا انت عندك مجلس على الحسابات، عندك التقارير، عندك المفتشيات، عندك كذا، ايوا ما حركتي حتى شي ملفات، قالوا كذا. ولهذا اليوم حنا خرجنا للمعارضه. وثانيا كيفاش هاد الناس اللي كانوا معك في الاغلبيه بحال واحد النوع من الخطاب السياسي اللي فيه واحد النوع من الانتهازيه السياسيه؟
كيفاش اللي كنت تسبوا البارح؟ وهو سي افتاتي وقال لك قال له سي بن كيران هذيك ديك التصريحات ديالو كلها اخطاء وكذا وسميتوها وعندي تصريح وهذا انه واحد الناس تسبهم اليوم واليوم معاك وكذا غدا ماشي هكا اللي ما صالح جاي المحكمه واللي صالح لانه الناس كاين اداوا لهذا المغرب نشوف على ديك اشتغلوا في تاريخ المغرب وداروا انجازات على المستوى العملي وملموسة ما نحولوش العمل ديالهم ونظاراتهم وكفاحهم من اجل هذا الوطن لخطاب ضيق في مستويات ضيقه ونحيدوا على النقاش هذه هي ازاحه النقاش على ديك المحكمه نشوف السي بلشقر قراءتك لقرار مجلس قرار حزب الاستقلال برفع دعوى او دعوى جوج ديال الدعاوى قضائيه ضد رئيس الحكومه واش ربما انه هذه هي المسطره يعني السليمه نلجؤوا للقضاء وهذا أو ربما أنها سابقة في التاريخ السياسي المغربي؟ هي سابقة بما لا شك فيه يعني لا أذكر أنه في تاريخ سياسي المغرب أن حزب سياسي أن رئيس حكومة اتهم أن يوجه اتهاما فهم منه يعني بتلميح أنه يقصد قيادات حزبية معينة ولجأ الحزب إلى القضاء هذه سابقة أعتقد بأن هذا مسلك يعني لا أرى فيه يعني مشكل لانه هذا اذا كان هذا اتهام خاصه ان الاتهام ليس هذه اول مره يطرح ربما الجديد هو انه طرح من طرف رئيس الحكومه لاول مره ولكن هذا كان يعني على مستوى الساحه السياسيه وفي الاعلام وبالتالي بالنسبه للحزب يعني من المهم بالنسبه لانه يلجا للقضاء باش ينصف نفسه واش فعلا هذه الاتهامات صحيحه او لو حسب ما بلغني انه قياده ديال حزب الاستقلال طلبت من جميع القيادات اللي توجهت لها اتهامات انها تتابع أن دير مساطر قضائية يعني يمكن تحت ضد بعض الصحف يعني اللي نشرت بعض الاتهامات ضد بعض الأسماء حسب ما يعني ما بلغني. غير نصح لك هذه العملية السي بن شقر. نعم. هذه ماشي من الآن. نعم. مثلا أنا تنتابع الجريدة ديالكم. نعم. في نشر خبر ضدي. نعم. هذه تقريبا واحد 8 شهور وهذا قرار كنا واخذينه. يعني قرار ديال الحزب. لا الآن. غير المتابعة يعني بالنسبة هذا ماشي يعني بالنسبة لي أنا حتى بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للإعلام مهم يعني هذه القضية نشوفها امام القضاء كيفاش غادي تكون كيفاش غتكون هذه السابقه واش ممكن ولكن واش القضاء الاعلام بعض المرات كتكون اخبار مغلوطه كاذبه اي هل القضاء سوف يحفظ هذا الشيء او سوف يفتح ملف الى اخره انا اريد فقط التفاعل مع المداخله ديال السي عبدالعزيز افتاتي واللي عقب على السلكي حول الموضوع ديال محاربه الفساد والاستبداد هذا الخطاب السياسي ديال حزب العداله والتنميه واللي كان في المعارضه واللي يعني بنى عليه كل يعني النقاش السياسي اللي كان قبل الانتخابات واللي وصل به يعني بعد موجه يعني الربيع العربي هو محاربه الفساد والاستبداد. يعني الان يعني سؤالي للسي عبد العزيز افتاتي يعني غير للتوضيح يعني وانتم في اطار يعني نقاش داخلي ونقد ذاتي بلا شك انه الان مرت سنتين يعني وهذا النقاش يعني لا زال يعني نفس اللغه تتكرر رغم انه مرت سنتين ولم يعني يظهر على ارض الواقع بالنسبه للحكومه تحريك ملفات تتعلق بالفساد، يعني قيل بانه بعض الملفات ديال المجلس على الحسابات يعني وزير العدل احالها الى اخره ولكن لم نرى يعني ملفات يعني بالحجم ديال الخطاب يعني تجسيدا للخطاب سي عبد العزيز بان هذا الخطاب الان استنفذ بالمقابل ايضا يعني بالنسبه للحزب ديالكم يعني كيطرح واحد المستوى ديال الخطاب ديال البناء الديمقراطي ديال الاطروحه ديال الحزب ولكن الان يعني كنتبعوا بان واحد التاويل محافظ للدستور واحد مستوى يعني على مستوى القوانين التنظيميه كاين واحد التاخر في اخراج القوانين التنظيميه كاين واحد التعثر يعني الاصلاحات الاساسيه اللي الحزب طالب اللي دعا ليها يعني ما سنتين ما جاتش واش ما بديتوش كتخوفوا الان يعني من ان هذا الشيء يولي وخاصه انه سمعنا وزير الدوله عبد الله كيقول الان الاصلاح المتاح الاستقرار والاصلاح المتاح قبل هذه اطروحه جديده قبل ما الكلمه السي افتاتي تفضل سي كرين انا غير غادي نرجع للموضوع اللي هو الخطاب السياسي وغادي ناخذ جوج ديال الامثله ديال النقاش اللي دار فيما بيننا الان النقاش اللي دار حول الفساد لا احد ينكر بأن الفساد موجود في بلادنا كان موجود ولا زال موجود وأنه لا يكفي أن نقول الفساد يجب أن نناقش كأغلبية وكمعارضة ما هي الوسائل التي من شأنها أن تزيل الفساد بالبلاد وهذه ليست بمسألة بسيطة يكفي أن نعلن عن النية الحسنة لكي نقضي عليها
نفس الشيء بالنسبه للريع، الكلام عن الريع، اقتصاد الريع الى غير ذلك. فالنقاش السياسي الذي يمكن ان يرفع من وعي المواطنين والمواطنات، وان لا يبقى فقط خطابا يتماشى مع عواطفهم لدغدغتها باش يتفرجوا، الخطاب الذي يدفع ليرفع من وعي المواطن هو الذي يقدم مقترحات وينتقد المقترحات بتقديم البدائل. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما سمعناه في هذه الطاولة هو أن الخطاب السياسي المغربي لا زال يطغى عليه طابع التخويف. احنا البشر عندنا جوج ديال الغرائز، الخوف باش ما نمشيوش للأخطار باش نستمروا، والشهوات وغيرها باش ناكلوا ونجبوا إلى غير ذلك. وفي التواصل معروف عبر العالم بأن كاين إما اللي كيخوف الناس، عندك ها التحكم هكذا، ولا عندك ها جاينا من الخارج إلى غير ذلك، ولا كاين اللي كيشتغل على إعطاء الحلم، فتح الآفاق. وفتح الآفاق لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت الأحزاب السياسية آلات ومعامل لإنتاج الأفكار المبدعة في كل المجالات. وهذا هو إشكالنا، نخوف، نبحث عن فزاعات عوض أن نقول ماذا يجب أن أقوم به، ماذا يمكن أن أقدمه للمواطن، ماذا يمكن أن أقدمه للناس الذين يثقون فيه. بالإضافة إلى ذلك، خطابنا السياسي هو خطاب لأنفسنا وفي أحسن الظروف لمناضلينا ومناصرينا. وهذا العيب الأصلي في الخطاب السياسي في المغرب نلمسه في الدفاع عن قضايانا الكبرى، عندما نذهب في المحافل الدولية لندافع عن القضية الوطنية فنحن نتكلم مع الآخرين وكأننا نتكلم فيما بيننا وكأننا نتوجه لبعضنا البعض. وفي طبيعة الحال عندما نقوم بتدخلات، أنا على يقين بأن عدد من الإخوة الأساتذة الذين أحترمهم بعد ملي غادي يخرجوا غادي يعيط له ديال الحزب، أتبارك الله عليك، ولكن داك قالها لك ديال الحزب، واش أنت جاي باش دير خطاب لحزبك؟ ولا اللي صوتوا عليك، اللي صوتوا في المغرب راهم قلال، 5 المليون، عندنا 15 مليون ديال المغاربه خصنا نصالحوهم مع السياسه، وما غنصالحوهمش مع كامل وسمحوا لي بدون ان ما يمكنناش نصالحوهم بخطاب لا يذهب الى العمق. وما دام اننا نتناقش على الخطابات، ونرجعوا للسؤال قبيله ديال السياسات العموميه ومناقشتها، هو تمرين ديمقراطي جميل أن يقدم فيه رئيس الحكومة في ميدان ما ما تقوم به الحكومة، أن تستفسره المعارضة والأغلبية، أن يدافع كل واحد على رأيه، ونترك لمن؟ نترك للمواطن الحكم على كل أن يحكم علينا. نحن أصبحنا عوض أن نقدم مادتنا الأولى لقد غيرنا وظيفتنا، بحال شي واحد كيبيع ويشري في شي حاجة وقلب البيع والشرى بلا ما عارفه. فعوض ما نقدموا للمواطنين الافكار والمقترحات حول تدبير الشان العام، بدينا كنقدموا لهم الفرجه، بقينا كنقدموا لهم الاثاره. والصحفي ملي ما كيلقاش عندي افكار جديده وغيرها اش كيقلب؟ تيقلب على الاثاره، وهذيك الكرافطه ديالو كانت مزوقه حتى لما قلت ندير والو. ثم عندما نناقش هناك 3 مستويات في النقاش السياسي. غادي نرجعوا للسيكريم راه غادي نكملها. لا هناك خليك، لان هذه غتفيدنا في المحور الثالث ديال كيفاش نبنيو الخطاب اللي كنطرحوا ليه جميع. السي افتتي ربما عندك شي تعقيب على شي سؤال اللي طرحه السي بلشقر. لا هو شوف النقاشات يعني بعيدا عن السياقات، فهمتي، انا نقول لك يعني غتولي يعني مضلله. سنعرفوا بانه حنا اليوم اقليميين كنعيشوا واحد العالم يعني مضطرب. راه الناس نجزوا ثورات واليوم راهم في خبري كان، والاستقرار ديالهم الاستقرارات في مهب الريح، اما الاصلاحات يعني اجلت الى اجل غير مسمى. الناس نجزوا الثوره ماشي داروا اصلاحات هادئه في اطار النبوغ المغربي
لا هما داروا ثورة، ومع ذلك اليوم هي انتم كتشوفوا الوضع ديال الكثير من الاقطار. بالطبع اللي كنتمنوا لهم يخرجوا من هذه الوضعيه، واللي مطلوب منا يعني في الغرب الاسلامي وفي اطار بالطبع النبوغ المغربي ان نسعفهم وان ندفعهم الى المصالحات والتوافقات والتسويات يعني تاريخيه. ولذلك هذا ما يمكنلوش ما ينعكسش على المغرب. اسمحوا لنا احنا جزء من مما كان يجري الترتيب له على المستوى الاقليمي. هذا واش خافي على شي واحد باش دابا نبقاو بن بركه الله يرحمه تيقول السياسه الحق هي سياسه الحقيقه. واش بدنا نتكلموا دابا اللغه ديال النخبه لغه الخشب، او لا نتكلموا اللغه ماشي باش الناس يعجبهم الحال، هذه هي النقاشات ديالهم. هو تيقول لك علاش هذا خرج وعلاش هذا دخل، هو هذا علاش من النهار الاول هذا ما دخلش. اليوم احنا اللي مطلوب منه هو شحال سميتو الانتقال الديمقراطي، اللي ربما الفرصه الثالثه ولا الرابعه باش يمكن نجزوه في المغرب. كانت محاوله مع الاستاذ عبد الله ابراهيم وتم يفشلها، وكانت محاوله مع الاستاذ بوستا ولم ترى النور، وكانت محاوله مع الاستاذ اليوسف الله يذكره خير وتم يفشلها. اليوم نحن في مرحله في تجربه ثالثه او رابعه، مطلوب ان ننجز الانتقال الديمقراطي. معارضة وأغلبية ولكن نتوجه. السؤال ديال السي بلشغل، وهذا هو اللي مطروح. السؤال ديال السي بلشغل، أنت قلتي ندوي الحقيقة وندوي. نعم. قال بأنه رفعتوا شعار محاربة الفساد والاستبداد بعد هذه المدة كلها، رغم الاضطرابات اللي كانت يعني في العمل الحكومي وغيره. فين وصلتوا يعني عمليا؟ وشحال كم الفساد؟ فين وصلنا؟ اليوم ما بقاش ممكن الواجي يجي وزير ويبدي بروحه ثم بالعائلة ديالو ثم بالحزب ديالو كما السابق. وزارة معروف راني استاذ جامعة، راني نعرف ندير العملية ديال الضرب وديال الزائد وديال الناقص. كان عندهم دخل ديال 15000 درهم 20000 درهم، اليوم ما يمكنش يبرروا السكن ديالهم. سكن فقط ما يمكنش يبروه. بفعل النهب. ولذلك اليوم ما بقاش ممكن يجي وزير ويرجع للممارسات التي كانت في السابق. ما بقاش ممكن يتواطؤوا مع نخبة فاسدة داخل البرلمان، ويسمح لي الأستاذ كان الهم ديالهم داخل البرلمان هو يدبروا على الصفقات. هادشي معروف بالمؤشرات. إلا ما كلاش في الكودرون كياكل في لي ديشارج، إلا ما كلاش في لي ديشارج كياكل في أمور أخرى. هادشي ما بقاش. لم يعد ممكنا أن يقترب الأزراء إلى هذا الذي كان يجري إلى عهد قريب، وهذا هو السبب ديال الثراء ديالهم اللي ما يمكنش يفسروه اليوم. ولذلك النقاش هو هذا، راني المواطنين بحال اللي كيشوفوا معاهم جزء من المستشارين فاسدين، بحال اللي كيشوفوا جزء من النخبة على مستوى عالي فاسدين راكموا ثروات اللي ما يمكنش يبروها دابا هذا النقاش هذا مصطنع، هذا فرجة، هذا هو اللي كاين. هذا النقاش انا ما بغيتش نثير القضية ديال 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 الأستاذة، ولكن يسمحوا لنا حتى الموضوع ديال التوظيف توظيفات، الموضوع ديال السكن ديال جزء من الطبقه السياسيه. يتفضلوا يقولوا واحد العدد فيهم يقولوا لنا غير كيفاش تحصلوا على السكن ديالهم. جزء من النخبه اصحاب الشكاره شراو لهم الشكاره الفساد اللي داروا حاله في الصفقات اللي كانوا مسؤولين على تقريبا 10% من الافساد في المغرب. وشنو هو الحل؟ سيد العزيز غير واحد، شنو الحل مع هادو الان؟ شي جامعه واحد نعم هذا هو الاخر سيد العزيز غادي يعني فيما يتعلق بمحاربه الريع، ما يتعلق بمحاربه الريع سؤال الى ممكن هذا كيقولوا في وضعيه في وضعيه انا جايك سير وداني في وضعيه في وضعيه اليوم كاين اراده بحال اللي كانت البارح، وستستمر نفس الاراده لانجاز الانتقال الديمقراطي. والمحاربه ما يمكنش مازال نرجعوا لذاك الشيء ديال مشعل. المهم ذاك الشيء جزء لا كنعاودوا الحكايات. ذاك الشيء ديال الكريمات نعم ذاك الشيء ديال الكريمات شراء هاد الكريمات لا مبقاش هذا لا 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 سؤال لا خلينا نطرح لا خلينا نطرح لا 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 نحن داخل الحكومه قلنا بان هذا لا يكفي وبانه لا يكفي ان نعطي لوائح الناس بل يجب ان نتخذ تدابير. لا سؤال اسمح لي لا تطيع انت قلت الجميع صفقه. نحن من داخل الحكومه لم نصفق، قلنا بان ما يجب ان نقوم به لا تدابير. سؤالي لماذا سحب؟ لا لان كان هناك حل. لماذا سحب
والحكومة لم تقدم أي توضيح لماذا سحب هذه الخطة ديال الإصلاح. يعني أنا سمعت الإصلاح ديال النقل اللي كيهم 35% من المغاربة. سيرو داني هو لابد من باش نحاولوا شوية نشوفوا هذه المسألة بشكل يعني من جانب آخر. يعني هذه المسألة ديال محاربة الفساد أو ربط المسؤولية بالمحاسبة هي ما عملة حتى ديال شي حزب. هذا المغرب الجديد، المغرب الممكن. كان تقرير الخمسينية، كان هيئة الإنصاف والمصالحة جابوا بواحد الصورة ديال واحد المغرب على أساس المغرب الممكن، المغرب المؤسس للديمقراطية التشاركية التمثيلية التعاقدية. ثم كان خطاب ديال جلالة الملك ديال 9 مارس اللي أسس لواحد واحد المقاربة جديدة واستشرافية للمغرب الجديد، المغرب القوي، المغرب الحداثي، المشروع يعني متكامل الأطراف. يعني ما يجيش شي حزب دابا اليوم يقول لنا رحنا لم يكن قبلنا المغرب ولن يكون بعدنا. هذا الشيء ما غادي نقبلوش. اليوم حنا الا كنا كنتكلموا على الخطاب السياسي داخل قبه البرلمان. اليوم عندنا اشكاليه في المغرب، استسمع عندنا اشكاليه كبيره في المغرب. هل رئيس الحكومه عندما ياتي الى البرلمان يتكلم كامين عام للحزب او يتكلم كرئيس حكومه لجميع المغاربه؟ عندما ياتي رئيس الحكومه امام البرلمان وتقول انا كامين عام للحزب يمكن نقول لكم راه ما كاين حتى شي واحد عندي عنده الفلوس برا، هذا يتكلم كأمين عام للحزب، ويعتبر البرلمان كمحطة منبرية لتسويق. ما كيتكلمش مع البرلمانيين النواب البرلمانيين، كيتكلم مع يعني الرأي العام، وهذا خطير خطير وخطير جدا. لأن الدستور عندما جاء يقول بأن رئيس الحكومة في أمام البرلمان يخاطب البرلمان والنواب، لهذا يجيب على الأسئلة حول يعني السياسات العمومية والإشكاليات ومطلبات المواطنات والمواطنين. ولكن عندما يأتي رئيس الحكومة ويخاطب الرأي العام المغربي ويقصي النواب وأسئلتهم المحورية والجوهرية، فهو بالنسبة له البرلمان غير فرصة منبرية لكي يكلم الآخر ولكي. لهذا أنا أعتقد بأن اليوم، ولكن هذا السلوك يعني ليس بجديد على السيد عبد الإله بن كيران، هذا سلوك قديم. وعندما كان في سنة السبعينات الشبيبة الإسلامية، هذا السلوك كان يعني في الخطاب دياله، وهنا كاين المراجع كبيرة يمكن تكلموا عليها. عندما يأتي عضو من حزب اليوم الحاكم ويتكلم عن الثورة المضادة ويقول بأننا بالوعيد بأننا سنخرج للشارع، هذا كلام خطير، هذه جريمة سياسية، هذا الإرهاب السياسي. يعني يجب أن نكون جد واعون ومسؤولون بهذا المعطى. أما من يقول بأننا اليوم يعني أن هناك أحزاب ربما لها يعني توجهات مغايرة، نحن في حزب الأصالة والمعاصرة نؤمن بالحاضر ونستشرف المستقبل ونحلم بمستقبل للمغاربة، مستقبل متكامل قادر على أن يجيب على جميع الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين. لا نريد أن نقصي أحدا، ولا نريد أن نبقى على يعني جامدين أمام عتبات الحاضر، ولسنا مهووسين بالماضي، ولكن نريد مستقبل حبل بتقدم شغوف بالعنصر البشري المغربي الذي من شأنه أن يعطي لهذا المغرب قوة وأن يعطي المغرب واحد التصور واحد المستقبل ظاهر. إذا سمعت السير الداني وهذه نقطة غادي نرجع لك السير كيحل. حافظ على النظام ديالك السير كيحل، لن أهدمك حقك، بغيت غير تعقب، لأن هذه النقطة يتراها السير الداني. وكاين كيتولى مجموعة من الفاعلين السياسيين هو أنه واش حزب العدالة والتنمية يتهم باللجوء لما يسمى بالترهيب والتخويف، راهي ما هكا ولا راه غنرجعوا للشريع ولا راه الثورة المضادة ولا راه ثمن الاستقرار هو هذا. وتعقيب على هذه الفكرة. لا، القضية ديال الترهيب هو ديك الإشارات اللي شرت لها يعني في بدايات يعني الاستقلال، وما حنا كنناقشوه، ولكن خصنا المغاربة مفاهمين هذا الشيء بأنه الإصلاح يتم بواسطة إصلاحيين ماشي بناس عندهم علاقة بالماضي البائس، واليوم مازال كيتصدروا المشهد السياسي. راه الإسبان داروا انتقال بكل سلاسة بدون ملاحقات بدون متابعات، ولكن الناس فهمت راسها بما فيه التيار الفرنكوي، وخلى الشباب ديال البسوي ومن بعد التحقوا بهم اليساريين ديال الجهات ثم اليساريين ديال الحزب الشيوعي. اليوم اللي كان جزء من الاعطاب ديال يعني غير المرحله اللي من 2008 الى 2011، اليوم باغي يتصدر المشهد كيعتبر نفسه. دابا شكون قصد الاصلاح السياسي اللي في الحكومه؟ هو قصد الاصلاح عمليا؟ نعم،
وهذا هو الشغل الشاغل ديالنا. وبالمناسبه ما كاينش غير هذا النقاش، كاين نقاش في اللجان ونقاش عميق، انا عضو في اللجنه الماليه، وكاين نقاش وكاين تفاعل بيننا وبين جزء من الاخوان ديال المعارضه، وهادشي كنقولوه وكنعطيو الاسماء ديالهم وكنوهو بهم في وقته وفي حينه وفي الاعلام، وكنخرجوها للاعلام، وكاين نقاش على مستوى الصحافه بين الشباب ديالنا والشباب ديال واحد العدد ديال الاحزاب، كاين تفاعل عميق ورصين، وكاين هذا النوع من النقاش، وهذا بالنسبه لي عادي. وبالمناسبه باش ما نغلطوش، المشهد السياسي ما مكتملش، كاين جزء من الاسلاميين وجزء من اليساريين خارج المشاركه ديال المؤسسات، خصنا نعطيو جاذبيه لهذه الصيغه باش هاد الاخوان هادو يلتحقوا بالصيغه ثم هذا المشهد هذا فيه جزء متحكم فيه، نعم متحكم فيه بواسطه الاليه ديال المؤتمرات، الكل كيعرف هذا الشيء. هذا واش الناس ما عارفينش بين واحد العدد ديال الاحزاب تمت الفبركات ديال المؤتمرات ديالها من اجل ضمان مخرجات معينه، واللي هما اليوم كيقوموا باعطاب، انا اقول باعطاب الانتقال الديمقراطي. اليوم يجري تشكيل مثلث ديال الاعطاب الانتقال الديمقراطي. كان فيهم شي حزب؟ نعم ثلاثه، تشكيل القوة الثالثة بحال اللي كنتي سميتها. غير واش كاين شي حزب هذا اللي كتكلم عليهم؟ نعم معنا مبتل. نعم 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 هذه هي القوة الثالثة اللي كان كيتكلم عليها الأستاذ مهدي ببركة، واللي تكلم عليها الأستاذ اليوسفي في المحاضرة ديال بروكسل. ديال بروكسل. سير كيحل. ولن المتتبع اللي غيتابع هذه الحلقة غيلقى جوج ديال أفتاتي، أفتاتي في بداية الحلقة وأفتاتي في نهاية الحلقة. لا. وعندما يكون هادي انت يقول واحد الكلام يمكن لي يتفق مع الاستثناء والاستقرار وكذا، وبنتين فاعل ونفس الشيء رئيس الحكومه ونفس الاطار. لذلك اليوم هنا نهضروا على الخطاب السياسي، هذا الخطاب ديال المظلوميه والخطاب ديال التحكم اليوم تنحسوا به انه رئيس الحكومه عنده عقده مع بعض الاحزاب، ومنها حزب استقلال، لأنه كان يرى وكان يتدخل بشكل مباشر مع مسؤولين ومع برلمانيين استقلاليين من أجل مراسلة الطرف على طرف، لأنه واحد الطرف بين طلع السي حميد شباط أول ما قالوا أنا ما تمنعش، بدا الخطاب احنا بجوج التشكيك، هذا ما بقاش مشكل مع أحزاب أخرى ولا مع حزب استقلال ومع فكر استعلال ومع النقداتي، هذا الحزب وقع له مكروه. علاش؟ لأنه جاوا ناس يخاطبوا مع السيد رئيس الحكومة ماشي بلغة الخشب، بلغة الواقع. هذاك الخطاب اللي كنت تقول قبل الحكومه وفي المعارضه، اليوم المغاربه بغاو الواقع والملموس. حنا الحركيه ديالنا في علاقتنا برئيس الحكومه بدات قبل ما تكون لا مصر ولا تونس ولا اول، 3 يناير 2012 رفعنا المذكره بطلب من رئيس الحكومه، وتقال يا شكون اللي قال لهم ديروا المذكره، وهذا الشيء راه فيه ان وهادشي راه كذا، في الوقت اللي كانوا في صراع اخر مع الاخرين، مع الوحدين واعتبروا مفسدين وما صالحينش هما اللي فسدوا المرحله السابقه. قلنا المذكر، قلت مشاو عند رئيس الحكومه قال له بغينا تصور هذه قياده جديده منتخبه جايه من تاهي من ابناء الشعب. انت باك مخزني تقول انا با بني، ولكن لا يعجبوه تيوليو هاد الناس قياديين بين عشيه وضحاها، وبغيت نختلفوا معاهم تيقولوا احنا عندنا الشوارع كاع مزوره، هذاك حيت سيرو نهبوا المال، هذا كيحل ما عمرو سير ما دار ما عندوش مسؤوليه، عنده شواهد من ليبيا ولا ما عادش جايبها من ليبيا ولا ما عادش كذا وعنده كذا، وتنوليو خطاب اخر، واما تكونوا معنا واما راه عندكم شي عله او عندكم شي حاجه. هذا الشيء ماشي غير هذا الانتاج دائما، ومع جميع اللي اختلفوا مع هذ الاخوان عندهم شي مشكل، وهاد الناس نهبوا وعندهم طرقات وداروا كذا. واش دابا المغاربه جابوكم باش تعاودوا لهم هذا الكلام؟ ما تعرفوش هذا الشيء. المغاربه داروا الثوره والتغيير في اطار هادئ مؤسساتيه باش نجيبوا حكومه قويه بدستور قوي، باش اش غتقول لهم؟ راه هذاك الشيء اللي كنا تنقولوا لكم راه باقي تنقولوا لكم. اذا غنوليو ظاهره صوتيه من هنا 3 سنين، هذا الكلام اللي تقول على جميع المسؤولين غنبقى نقول على وزراء العداله والتنميه، على المسؤولين ديال الجماعات المحليه اللي كانوا ساكنين معنا فتن في احياء شعبيه ومشاو للديور، الله اعلم انا ما تنقولش واش ديورهم ولا ماشي ديورهم، وغنبقى نقولوا هذا الكلام وغنتلفوا المغاربه، غنقولوا لهم راه هاد السياسيين كلهم غير تيتحملوا مسؤوليه، اما فاعلين فاسدين. حاجه نقول لكم اسيدي، خلقوا الحياه السياسيه، منعوا المغرب من هذا النقاش البيزنطي الرديء باش ندخلوا لمناقشه السياسات العموميه. اي واحد فاسد خصو يمشي للحبس، المكان ديالو ماشي في البرلمان، ماشي في الحكومه، ماشي في المؤسسات، المكان ديالو في السجن.
باش انه حتى شي واحد منكم الا كانت باقي عنده الرغبه هو وزير يمكن له يحيد كيف ما وقع في تركيا وكذا يقول يا راه في الحبس. وما الا ما تصيفطوش الناس للحبس وتتبقاو تعاودوا نفس الهضره ديالكم هما الاولين. وهذا هو النقد ذاتي، لا يغير الله ما بقومين حتى يغير ما بانفسهم. الله سبحانه وتعالى اعطانا واحد العقل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبغي يخاطب الناس تيخاطبهم بواحد الحكمه، ما كانش توزيع الاتهامات. كاين اما مجرم خلينا في النقاش الدنيوي، اما انسان سليم خلينا في النقاش الدنيوي، خلينا غير في النقاش الدنيوي. لا النقاش الدنيوي حيت انا مشينا تنخاطبين الدعاوي والسياسي، وحنا مثلا انا مشيت تنقول الاحزاب السياسيه، ولكن تنقولوا مثلا هذا الخطاب واخا دوزتي هذا حركه الاصلاح والتوحيد حركه دعويه، نحترم الحركات الدعويه، ولكن ان تقول ان حزب العداله والتنميه هو ذراعها السياسي هذا خلط بين الدعوي والسياسي، وبالتالي هذا فيه مشكل دستوري، ماشي نقاش بيزنطي، ماشي اتهامات، هذا نقاش يجي نتناقشوا على المستوى الدستوري. حنا الحركات الدعويه تقوم دورها وكذا، هنا باش ماشي ما تنخلطوش حنا بين الدنياوي والاخروي. حنا في المغرب قوتنا شنو هي؟ هو اننا حافظنا على المذهب المالكي والعقيده الاشعريه اللي خلات المغاربه كلهم تيفرقوا بين المؤسسات الدينيه والمؤسسات الانتخابيه. اليوم السي افتاتي غير هذه شرط يقول هذه حكومه العائلات وهذه حكومه ديال التكنوقراط، ولكن شفتو انا في اللجنه الماليه وانا اشفق بانه يدافع عن اشياء لم يقتنع بها، لان هذا هو عيب السياسه. وراه غير المغاربه دابا تعرفوا تصريحات السي افتاتي رجل اللي عيط له تيجاوبوا ما تيخبيش الاف هذا، ولكنه السياسه تضطره الى ان يغير من بعض الامور، لانه السيد رئيس الحكومه مابقاش تعجبو الخطابات ديال السي افتاتي كيف ما في جميع الاحزاب هذه فيها اخطاء وماشي كذا. وبين تنهضر تقول لا راه غير افتاتي اللي قالها ماشي العداله والتنميه، لا غير افتاتي. وكان هذا الراجل تيهضر داكشي اللي عنده تيقولوا، وهذا هو طبيعه السي افتاتي. جاوب باختصار على فائده به تنوليو في انه هذاك غير فلان هذاك غير فلان. اسيدي خصك يكون عندنا واحد السلام. السي افتاتي عندك شي جواب مقتضب على هذه النقطه؟ ما نبقاش الكلام نقولوا اليوم وغدا نقولوا النقد ديالو. حنا مع محاربه الفساد بلاتي نكمل مع محاربه الفساد، ماشي إزاحة النقاش القضاء. اللي مفسد المكان ديالو الحبس، يكون في العدالة والتنمية ولا في حزب استقلال ولا في أي حزب. سي افتاتي إلا عندك شي جواب مقتضب على هذه النقطة باش ندوزوا للنقطة الأخيرة. ما عندكش تعقيب؟ إذا هذا أشياء عادية فهمتي، كاين أمور اللي هي، ولكن شوف ملخص الفكرة أن سي افتاتي عنده قناعات في الشكل ولكن محرج. لا شوف لا زلت على نفس القناعات، وانا ارجو ان القى الله على وانني على نفس القناعات. حنا في العداله والتنميه ما عندناش مصالح شخصيه ولا فئيه، ما عندناش ما نقسموا مع بعضنا بحال واحد العدد ديال الاحزاب واحد العدد ديال الكائنات، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبينهم اننا تجمع اصلاحي وفكره اصلاحيه بامتياز، ماشي جماعه اللي مرتبطين بالهموز وبعندي عندك. انا انسان بحال قال انا ولد مخازني وغادي نموت ان شاء الله على هذا الحال، طبعا ما طامعين في حاجه، وفي نفس الوقت ما خايفين حتى من شي حد، وسنقول الذي ينبغي ان نقوله في كل الاحوال، وغادي نستمروا لانه هذه بالنسبه لنا فرصه مع الاخوان ديالنا في الاغلبيه باش نساهموا في الانتقال من مرحله الى مرحله، من ضفه الى ضفه، بالاشياء دابا اللي قال واحد العدد ديال الاخوان ديال العمق والسياسه ديال النقاش ديال السياسات العموميه، ولكن فين هاد النقاشات؟ حنا الا دوزنا سنه في الحكومه غتولي المعارضه ديالنا نص قدامه نص، برنامج قدامه برنامج، فقره قدامها فقره، اجراء قدامه اجراء، قانون مالي قدامه قانون مالي واحد اخر. طيب هو ما يمكنش واحد سير 20 عام و13 سنه بوحدهم. بالمناسبه راه في 2006 كنا الثالثين، ما جا حتى واحد من جهتنا كاع، ما عدا الاستاذ يوسف الله يذكره بخير 98 قال لنا تشاركوا معنا وساندناه بمسانده القضيه سنتين. 2002 ما جاوش من جهتنا، 2007 طيب. ما جاوش من جهتنا طيب. واخا كنا حنا القوه الثانيه الوقت اللي طلع الاستاذ عبد الله بن كيران اقترح على الاخوان ديال الكتله بدون استثناء، وكان طيب. غادي يقترح على الاحرار باش طيب. غادي يشاركوا، بمعنى كنا مقتنعين باش نوسعوا القاعده ديال القيادات ديال الاصلاحات، لانه الاصلاحات ما يمكنش ينجزها كما قلت حزب. هذه الاصلاحات ما يمكن ينجزوها الا ثلاثه اربعه خمسه وربما اكثر من التيارات المعتبره،
ومن بعد انا ذاك انتشر في ارض طيب. الله الواسعه ديال الخلافات طيب. ولكن طيب يجب ان ننجز الانتخاب وستنينا في ذاك الوقت الحزب ديال البام لانه معروف نعم. معروف المسار ديال سيادتي اذا سمحت لي بقى تقريبا يعني تقريبا دقيقه لكل متدخل فيكم غير في الموقف النقاش اللي ولا في المقترح الاخير يعني كيفاش ممكن رقي يعني بالنقاش وبالخطاب السياسي المغربي نشوف وجهه نظر كل واحد فيكم سي جرين انا اظن بان المغاربه واللي كيتفرجوا فينا الان في حاجه اننا نذكروا لهم كسياسيين على القضايا اللي كيعيشوها الناس عندهم مشاكل ديال ولادهم باش يمشيو يقراو الناس عندهم صعوبات باش يولجوا ولادهم واحد التعليم اللي كيأهل الناس باغا الخدمه الناس باغا الرواج الاقتصاد اسمتها الاقتراحات اللي كيمكننا نقدموا هذا هو الاشياء البلاد كذلك في حاجه الى انها تحل القضايا الاجتماعيه النقابات في حاجة إلى أن أسس لها لإطار للحوار حول القضايا ديال الاجتماعية الباترونا ورجال الأعمال باغيين أنهم يتذكروا حول قضايا وتلتقوا مع الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية منغلقة على نفسها نعطيكم مثال الأغلبية الحالية وأنا واحد الإنسان اللي كنقول الأمور كما هي تصوروا بأن أحزاب تشارك في أغلبية ولم تلتقي قياداتها إلى الآن كيف يمكن لهم يتبادلوا الآراء كيفاش يمكن لهم معنى أن عندنا هذا واقع هذا واقع ما عندناش الحوار ما عندناش التعاقد كاين اللي كيقول الديمقراطية التشاركية ولكن أنا كنقول خصنا ديمقراطية تعاقدية كنمشي عند الحركة النسائية كندير معها تعاقد كنمشي عند الباترونة كندير معها تعاقد على أساس برنامجي كنمشي عند النقابات كندير معها تعاقد كنمشي عند المجتمع المدني كندير معها تعاقد كل هذه الأشياء وكنبدأ نشتغل على بحال كونترا أنا كنتعهد بهذه وأنت كتعهد بهذا وكتولي السياسة واحد الحلبة ديال الإنصات حلبة ديال إبداع الأفكار لأن الحزب أولا وقبل كل شيء هو معمل وفضاء لإنتاج الفكر والأفكار وهنا كنجيو للنخبة السياسية والنخبة الحزبية عليها أن تكون فاعلة وعالمة وليس لأن لها تأثير مادي أو قبلي أو غيره أن يكون أحسن المغربيات وأحسن المغاربة هم الذين يسيرون الشأن العام باسمنا نحن وأن يجد كل مغرب في خطاب اسمح لي يا أستاذ في نقاش مثل هذا من يعبر عن رأيه أحسن من الآخرين في أقل من دقيقة هو في الحقيقة يعني لابد من يعني القول الحقيقة هو أن اليوم عندما نرى هذا الخطاب اللي شفنا في هذا الحوار من طرف الأستاذ يعني أفتاتي أعتقد بأن كان هناك جهل سياسي مقدس وهو اعتقاد بديني سياسي بحت خارج عن سياق الثقافة المغربية وعن سلوك المؤسسات المؤسسي للدولة المغربية وللأمة المغربية للأسف يعني لا نستبشر خيرا من حكومة وأغلبية يعني أحد أعضائها يعني لا زال من خلال هذا الحوار يكرس ما نحن نناقشه الآن اليوم نحن عندما ناقشنا الخطاب السياسي المغربي في اللحظة الراهنة نناقشه على ضوء الدستور الجديد اللي هو أمل المغاربة اللي هو مستقبل المغاربة أنا كشاب عندما أرى وأسمع هذا الخطاب يعني أتأسف وأشمئز من هذا الوضع لأننا نطمح كمغاربة لوضع تصورات جديدة استراتيجيات جديدة نقوم بعملية يعني نقوم بوقف يعني لهذه الحالة الجمود والركود الذي يريد البعض أن يقوم به وأن يقعده في الساحة السياسية المغربية فريق يعني حزب الأثار والمعاصرة حزب له تصور له يعني مشروع سياسي ينبني على احترام الآخر واحترام ثقافة الآخر لا ينبني على التخوين ولا على ونعتقد بأن الاختلاف في حد ذاته رحمة ولكن لا نقوم بعمل التخوين ولا نستنجد بالخارج من لأي مصلحة كيفما كانت. فهم الفكرة السير كيحل؟ أولا في ختام هذه الحلقة نعتبر بغينا تكون هذا ما وقع في الجلسة الشهرية هو نقطة مفصلية في تاريخ المغرب. أنه ما يمكنش يجي رئيس الحكومة أو أي مسؤول يوزع الاتهامات على المسؤولين، ما يمكنش حكومة تستر
على المفسدين، ما يمكنش نهربوا النقاش حول القضايا العموميه والسياسات العموميه في قضايا جانبيه. بغينا الحكومه تجي تقول لنا ها الاجراءات اللي جبت وها الاصلاحات، وانها تعمل بقول الله تعالى اللي تقول يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبالتالي تنتمنى انه يكون رئيس الحكومه نادم، والندم ديالو ان يعكسوا في اجراءات اليوم عمليه لفائده المغرب والمغاربه والمصلحه العامه. سي افتتي في ثوان. شوف انا كنعتقد بان الاستاذ عبد الحليم كيران هو يعني شاء من شاء وكره من كره، هو من رجاله الدوله، وبالطبع الحرص ديالو يعني كل الحرص هو انه يخدم الشعب المغربي في هذه المرحله. وكعداله والتنميه نؤكد بانه المفتاح ديال المعالجه ديال القضايا ديالنا مفتاح سياسي باش حتى واحد ما يضللنا. المفتاح سياسي، الاشكال في المغرب اليوم سياسي وكيتعلق بالانتهاء من التحكم وبالانتهاء من الاستبداد باش يولوا الناس كيسيروا انفسهم بنفسهم، وهذا هو اللي غادي يخلينا باش نجزوا غايه الغايات على المستوى الدنيوي اللي هو العداله الاجتماعيه، باش بحال اللي كنقول بالدارجه ولد بن ناصر تولي عنده نفس الفرص ديال فشفوش وديال الكتكوت في الدراسه، وعنده نفس الفرص باش يمشي باش يمشي باش يمشي الدواء. ولذلك كلنا كنشتغلوا على كما قلت الغايه ديال الغايات التي هي العداله الاجتماعيه، ولكن المفتاح ديالها سياسي. شكرا. لذلك غنبقاو ندوروا على هذا الكلام تيتحقق. وبالطبع هذا واحد النقاش اللي ما خصوش يبقى ستاتيكي، هذا واحد النقاش اللي كان حنا نامل ان يكون ديناميكيا. وبالطبع حنا الايدي ديالنا ممدوده يعني الاخوان يعني في المستقبل ديال الايام بما في ذلك القريبه من اجل يعني التوافقات والتسويات التاريخيه التي تخدم يعني المستقبل ديال انا عندي ملاحظات يعني في الاخير. يعني الملاحظه الاولى ان جزء من مشاكل هذه الجلسه الشهريه هو البث المباشر. ان كثير من السياسيين البرلمانيين كيتغير السلوك السياسي ديالهم ملي كيكون البث المباشر. كنظن بانه خاص تراجع هذه المساله، وكنظن القناه البرلمانيه الا داروها يكون مزيان يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا هذه القناه يمشوا مباشره لها. وهذه ملاحظه سمعتها في القوس. نعم. كاين مجموعه البرلمانيين يعيبون على الاعلام عدم تغطيه اشغال اللجان كيكون فيها عمل جدي وعمل هذه يعني النقطه الثانيه. هذه النقطه الثانيه يعني لا تنقل في هذه النقطه الثانيه اللي بغيت نشير لها، وان هذه الجلسه الشهريه هي لا تعكس حقيقه النقاش اللي كيكون في اللجان واللي كنتبعوه، وكيكون فيه نقاش بمستوى عالي ومستوى جيد جدا، وما كيكونش فيه التشنج والتبادل الاتهامات ربما لانه ما كايناش الكاميرا. النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها هي أنه بالنسبة للمعارضة، بالنسبة للخطاب ديال المعارضة، أنا كنظن بأن المعارضة عندها فرصة باش تكون عندها واحد حكومة ظل حقيقية، لأن على الأقل بالنسبة لحزب الاستقلال والاتحاد الشراكي هما عندهم تجربة في ممارسة في الحكومة، وبالتالي فعندهم اطلاع على القطاعات الحكومية وعلى الملفات، ويمكن لهم يشكلوا واحد حكومة ظل والأسرة والمعاصرة يعني عن طريق وزارة التربية الوطنية. فإذا يمكن يكون عندهم واحد الدور لتشكيل هذه الحكومة الدلوي، ويكون عندهم معارضة حقيقية يعني، لأن ماشي معارضة ديال الخطابات والاستفزازات إلى آخره. والنقطة الأخيرة اللي بغيت نشير لها هو أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، أظن بأن هناك الآن يعني إشكالية يعني في الخطاب السياسي. والان سي افتاتي تكلم بانه الظروف والوضع المحيط العربي واللي كيعيق هذه الاصلاحات، يعني خاص المراجعه ديال الخطاب السياسي باش يكون خطاب سياسي اللي كينسجم مع هذه المرحله، باش يكون واحد الانسجام حتى مع مع المواطنين ومع الراي العام. شكرا الزميل بلشقرص، شكرا السي الروداني، سي افتاتي، سي غرين وسي الكحل، اشكركم جميعا، اشكر الحضور الحاضر معنا هنا، اشكركم مشاهدي الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.